السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تحديات دور الستاشر السينمائي. وفي هذه الحلقة كالعادة بينضم لي صديقي وشريكي محمود أبو إسماعيل. أهلا بيك. ولأول مرة في دور الستاشر صديقنا وأخونا عم محمد طارق الجامد. إيه الأخبار؟ منورنا يا ريس. يا باشا أنا مبسوط. عامل إيه؟ طول على جيت. لا بس أنا مبسوط إن أنا جيت أخيرا. إيه شعورك وأنت معنا في دور الستاشر؟ متحمس. متحمس عشان حاسس ان احنا يعني محتاجين نتكلم في افلام كتير، فدي فرصه كويسه ان احنا نريكاب سنه كامله. مش عايزين نحرق بقى، يعني نخلي الحاجات دي قدام بقى. حلوه. احنا حلقتنا النهارده يا جماعه هتكون عن الافلام اللي بنتوقع ان هيكون لها نصيب من انها تترشح ضمن قائمه افضل افلام في الاوسكار لسنه 2023. احنا النهارده بنصور احنا يوم 12 يناير، الترشيحات بتاعه الاوسكار هتعلن يوم 24 يناير، الحلقه دي هتطلع في النص يعني قبلها. شفنا ان دوت التصنيف اللي ممكن يبقى فن شويه او ممتع شويه، اننا قريب قوي هنعرف مدى دقه اللي احنا فكرنا فيه ديت عامله ازاي. من الناحيه الثانيه كنا بنتحجج وبنشوف اي تصريفه عشان نتكلم شويه على افلام السنه دي مع بعض ونستطلع اراء بعض ونتناقش فيها وامور زي دي. والفكره الرئيسيه ان احنا زي ما عارفين عندنا 12 16 فيلم هيطلع منهم للدور اللي بعده 8. ترشيحات الاوسكار عاده بتبقى في حدود العدد ده 8 9 10، فلو جبنا عدد كبير من الثمانيه دول صح يبقى احنا جامدين. طب ال16 دول احنا جايبينهم منين؟ لان مفيش قائمه مصغره لافضل فيلم في الاوسكار، كل افلام السنه بتخش في الموضوع، جايبينها من ارائنا من مشاهداتنا ومن البز من الكلام اللي سمعنا سواء من الجولدن جلوب او من الجوائز الثانيه ان افلام في عين الاعتبار، مع استبعاد بعض الافلام اللي غالبا ليها فرص كبيره جدا للترشيح ولكن للاسف محدش فينا شافها لاسباب مختلفه. افلام زي ديسيجن تو ليف، ذا ويل، بابلون، ايه كمان في سيجنت ليف، بابلون، دويل. احنا قلنا دويل. في حاجه انا كاتبها مش عارف اقراها. يعني ده ايه ده؟ ده سام تايم مش هنعرف يعني. المهم وريل ده ايه ده؟ دي دويل. لا اللي تحتيها كده. احنا قلنا دويل ثلاث مرات. دويل هيكسب افضل فيلم. بابلون مش مهم. مش في افلام يعني يا جماعه، في تل ذا وومن كينج، ذا وومن كينج انتوا زي ما دي ذا وومن كينج ذا وومن كينج وومن توكينج. بصوا كل الافلام اللي فيها وومن للاسف احنا مش بس ده يعني ذا وومن كينج اتعرض في السينمات بس حقيقي احنا ما جاتلناش فرصه ان احنا نتفرج عليه. بقيه الافلام في افلام لسه ما نزلتش وفي افلام ما كانش فيه سبيل ان احنا نتفرج عليها بشكل شرعي. معانا 16 فيلم وصلنا لهم بالفعل في المناقشات بتاعتنا. هنبدا دلوقتي اجراءات سحب القرعه عشان نعرف مين هيلاعب مين. لازم جو انا اللي هاخد ال بسم الله. انتوا يعني بنطلع الاثنين بنفتحهم مع بعض ولا واحد بنفتحه شفت؟ اوكي بس احاول ايه بتوريها للكاميرا بتاع الناس بتوع الكوره طلعوا صايعين قوي. اوكي افتحوا الورقه والروح بعد كده نجيب كوره. اوكي حركه دي All quiet on the western front. All quiet on the western front. المرشح الالماني المرشح الالماني لافضل فيلم انترناشنال في الكاتيجوري بتاعه في الاوسكارز. مش من الحاجات اللي احنا بنراهن عليها بقوه قوي ولكن من الافلام زي ما قلنا كده اللي عايزين نتلكك عشان نتكلم عنها. اختار الموقف صاحب اثنين ورا بعض حبيبي. لا 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 ماشي لا 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 صح لا 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 إيه؟ خلاص خلاص لا صح هو بيسحب. انا مش عايز اخد المسؤوليه دي. بس انا في افلام ما شفتهاش بس هنتكلم في كل ده. دي برضه أيوة قاعده مهمه قوي. اشرحها بليز. ان في بعض الافلام حد مننا اتفرج عليها والاثنين ما اتفرجوش عليها ولكن عشان عليهم كلام كتير من ناحيه الاوسكار فلو لا لازم يكونوا محطين في دور 16 ونشوف بقى هيتقدموا ولا مش هيتقدموا الكلام. وانا لو هتكلم في حاجه انا اكيد هقول انا شفتها ما شفتهاش يعني مش هنعمل. طار. ده مثال. ده مثال لفيلم طار. انا اللي اتفرجت عليه وهم ما اتفرجوش عليه. حلو عم محمود. بينما محمود بيسحب القرعه بتاعته عايزين نفكركم باللايكات وبالسبسكرايبات في الثلاث قنوات. اوكي 13 لايفز. اورايت ما اعرفش اي حاجه عن الفيلم ده. 13 لايفز من الحاجات المتاخره اللي انا دخلتها بس انا شايف ان ورده واعي سياسيه مش بس سياسيه. هو فيلم حلو جدا على فكره. اوكي ممكن يكون في الاعتبار يعني. ذا منيو. Alright. Okay. Hell. Okay. عمي. The Fablemans. Nice. ده والحمد لله في فرصة متأخرة جدا شفنا احنا الثلاثة. الحمد لله. Yes.
انا اتفرجت عليه بس لسه اتفرج عليه حالا. ار 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 احيانا تعطيك كرة القدم فرصة للانتقام. لسه قاعدين جوه بنتكلم نص على قد ايه انا بحب فيبل مان. بعد كده ندخل الدوار. بسم الله. Everything everywhere all at once. اوكي كول. اللي بعده واكاندا فوريفر. اوكي لو توافقوني دي اول مواجهه ما بين فيلمين غالبا هيترشح او عندهم فرصه كبيره انهم يترشح. حتى الاول بيك اتزلت في التاش. افتر سان فيلم مهرجاناتي جدا مع ذا باتمان. فيلم مش مهرجاناتي جدا. مش مهرجاناتي اطلاقا. اوسكاري بالعافيه. ذا بانشيز اوف انيشيرن. نايس. يا عيني على اللي هيطلع قدامه. يا عيني انا بشفق على الفيلم اللي هيوقف. ذا نورتمان. اوكي برضه دي مواجهه ثانيه ما بين فيلمين في الاغلب. دي حاجه انا ما كنتش كنتش حابب ان هي يصل الامر الى هذا. إلفيس. الاسكرات بتعشق البايوبيكس. توب جون مافريك. في مواجهات كتير ما كناش حابين انها تحصل. مش عشان احنا خايفين منها او حاجه، بس يعني ده سؤال ممكن يكون جه في ذهن حضراتكم وانتوا بتتفرجوا. طيب انت بتعمل قرعه في الاخر، في فيلمين ممكن يترشحوا وانت هتضطر تطلع واحد بعد بدري. في النهايه دي اللعبه مالناش دعوه. افاتار ذا واي اوف ووتر. اوكي ضد تراينجل اوف سادنس. اوكي يعني اختلاف مش طبيعي هنا. حلو الكلام. بقى عندنا المباريات. نبدا المواجهات على طول. يلا. All Quiet on the Western Front يقابل طار. اوكي مين شاف All Quiet on the Western Front؟ انا شفته. وطار مش طارق. طارق ما شافش طار كذلك. وانا ما شفتش طار، انت بس اللي شفت طار. تمام. طار اللي انا اديه ان مضمون جدا ان كيت بلانشيت هترشح. يعني مضمون بشكل مش طبيعي. ما انا مش عايز ابوظ عليكم الفيلم، ومش عايز ابوظ الفيلم لاي حد ما اتفرجش عليه، فانا هحاول اكون يعني فيج على قد ما اقدر. تمام. الحاجه اللي ممكن ما تخليش فيلم زي طار يترشح للبست بيكتشر ان الفيلم ايوه بيطبق الحاجات السياسيه اللي الاوسكار بتحبها، ولكن في نفس الوقت هو بيستعبط عليها. تمام. اما انا دلوقتي انا ايه، انا مبهم على قد ما اقدر عشان ما ابوظش. انا معاك، بس كان في اكتر من نقطه كان واضح من ده، اللي هو ايوه انا بلعب اللعبه اللي انتوا عاوزينها، بس في نفس الوقت انا بستعبط عليكم عشان انتوا بتلعبوا اللعبه دي. تمام. وده لمصلحتنا احنا كمشاهدين ولا ضد مصلحتنا كمشاهدين؟ لا، انت كمشاهد هيعجبك الموضوع ده، ولكن مش هيعجب الاوسكارز. ده اللي بتكلم عليه، ان ده هو ممكن انت رياكشنك من الاول خالص انا حاسس ان هو يعني حاسس العكس، يعني حاسس ان انت حاسس اوسكار بيت. بس هو اوسكار بيت في بعض الاحيان. في بعض الاحيان من الفيلم ان في مشاهد لا دي حاجه اوسكاريه جدا، في مشاهد فيها ديالوج اللي هو يعني حاجه اللي هي بتاعه الناس الكانداسورز بتوع الافلام اللي هم يقعدوا ويتكلموا على عظمه المشهد ده، ففي من ده في الفيلم كتير. بس في نفس الوقت في مشاهد في الفيلم، وانا اظن ان دي هتكون من اكتر المشاهد اللي هتثبت فيلم ده، اللي هيتعمل لها ابلود مره تانية على اليوتيوب يجي لها عشرات الملايين من الفيوز. المشاهد المعينه دي بتميك فن وبتستعبط على الحاجه اللي اوسكار بقت عليها دلوقتي. تمام. الهوليوود الاتجاه اللي هي رايحه له دلوقتي. فعلشان كده ممكن يكون عائق ليها ان هي تترشح. بس وانا مش هقول كلمه تانية عشان مش عايز ابوظ اي حاجه اكتر. طب بس انا عايز اسالك حاجات يمكن توصل الفكره وبرده مش هتساعد في الحرق. هو ليه طار دوت انا كل حاسس ان هو موجود فيه اجنده وكيب لانشات بس؟ يعني احنا واحنا بنتكلم لغه الاوسكار مفيش سبورتنج كاست، مفيش كاتيجوريز ثانيه هو متميز فيها. يعني ممكن هيكون بس ادابتد سكرين بلاي، ممكن مش ادابتد لا بس يعني اوريجينال.
بست اوريجينال سكرين بلاي دي ممكن جدا ياخدها طار علشان الحركه اللي معموله. وانا مش هقول ايه هي الحركه اللي معموله. يبقى حاجه في النارتيف ماشي. انا مش هقول ايه الحركه اللي معموله. ممكن ادي هنت ومش هبوظها على المشاهدين، ولكن حاجه ليها دعوه باللي هو قاله جوه واحنا بنكتب. هو قال اللي انا اعرفه على طار حاجه حاجه بس، فهنقفل على كده عشان ما نبوظش على اي حد ما اتفرجش على الفيلم. فدي حاجه اللي انا اديها لطار. بست اوريجينال سكرين بلاي، بست اكترس، ده مضمونه ان لازم كيت بلانشيت ترشح. بست بيكتشر بقى احسن فيلم ما اضمنش 100%. هي المخرج بتاعه واحد راجل ولا واحد ست؟ راجل، هو اللي كاتب برضه. اوكي، هو اللي كاتب، ناسي اسمه، اللي عمل ليتل تشيلدرن 2006. فهو من 2006 ما عملش فيلم اصلا. طيب هو في كذا قصه طالعه من الفيلم ده خلف الكواليس. عامه بقى اول كوايت اند ويسترن فرونت، انت كلمنا ليه هو كانديديت. اول كوايت اند ويسترن فرونت فيلم حربي، اعاد الفيلم قديم، والاوسكارز وضحت انها بتحب ده شويه، خصوصا لما المعالجه الجديده تكون متميزه، تكون حلوه، تكون بالمودرن داي تيرمز، زي ما عملوا السنه اللي فاتت مع نايت مير الي. نايت مير الي كان اعاده الاعاده، نفس اللي عنده بتاع جليدي جاجا و اسمه ايه؟ ستارز بورن نوات عمل كتير. قول كويت اند ويسترن فرونت، بعيدا بقى على كل المواويل بتاعت الاوسكار، هو فعلا من افضل افلام السنه. انا شفت قيمتك بس مش فاكر هو كان فيها ولا لا. انا موجود في القايمه عندي لو انا فاكر صح. انا كنت حاطه واتش ليست لان انا كنت متحمس له، بس للاسف ما لحقتش اشوفه. لا هو حلو قوي. تعليقه على الحرب والتاملات بتاعتها، مهما قعدنا نحكي فيه ونحاول نطلع كل خبرتنا في ان احنا نوضح قد ايه هو مختلف، مش هننجح في ده. ده الفيلم اللي لازم تشوفه عشان تعرف. بس هو فعلا مختلف عن الافلام بتاعت الحروب. بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتحكي من وجهه نظر المانيا اصلا بقى. أوكي. وحرب عالميه اولى. اوكي، فاهمني؟ أوكي. فلو انت واخد برسبكتيف مختلف كامل في الليله. طب هاو فار يعني از ات من 1917؟ شارب شوية حاجات منه على فكرة، منها اللون تيكس كمان وأمور زي دي. بس الفكرة بتاعته مش فكرة رحلة ناس في رود تريب جوه حاجة بالطريقة دي، ده هو عسكري وأصدقائه المقربين في رحلتهم داخل المراحل بتاعة الحرب. يعني الزمن اللي بيعدي بيهم مش هما اللي بيعدوا بالمكان. ظروف مختلفة، مواجهات مختلفة، حروب مختلفة، طريقة التصوير بتاعتها انك تتفرج على منظور اوروبي حتى في الاخراج. التحفظات الامريكانية او الانجليزية حتى خلاص الحاجات دي بتبقى يعني بتحس اللي هو انت اتعودت على ناريتيف معين بقواعد معينه. الحاجات دي لما ما بتبقاش موجوده بالشكل اللي انت منتظره او متعود عليه، اكيد بتحس ان هو دي حاجه. عارف سيفن برايفت راين، المشهد بتاع قتل الولد اليهودي لما كان بيقول له ويت ويت ويت، وتاني بينزل بالخنجر بالراحه فيه، ده واحد من اكتر المشاهد المؤلمه حربيا في التاريخ، رغم ان هو دمويا يعتبر مش دموي. وانا ما تصورتش ان في مشهد في الدنيا ممكن يقرب منه. اول كويس اند ويسترن فرونت في واحد. انا بس محرج ولا ما شفتش سيفينج برايفت راين. اوكي انت ما شفتش سيفينج برايفت راين؟ نزلت. انت بتهرق. بس بهز راسي. تمام. لان للاسف ما شفتوش، بس يعني فوتته. بس من الحاجات اللي انا عينيت كلنا عندنا النوعيه دي من الافلام. في حاجات. طيب بالمعلومات اللي عندنا عن الفيلمين، من اللي انا سمعته انا برضو انا ما اعرفش، يعني كلامي لا قيمه له على الاطلاق، بس انا حاسس ان طار في حاجات هو فعلا ممكن يبقى بيفوكس عليها، والحاجات دي هي اللي ممكن اللي هو ايه يعني. ده بيست اكترس، وده ممكن يكون سينماتوجرافي، ايا كان فورن، فكل واحد ليه دخله ان هو يلمس في الاخر ان هو يبقى بيست بيكتشر. بس هما دخلتين مختلفين تماما، يعني علشان ده يكسب او علشان ده، يعني فرص الاثنين مبنيين على حاجات مختلفه تماما. السؤال بقى اللي احنا محتاجين نساله، ايه اللي عنده الحاجات دي اتقل من الثاني؟ وبرده ملاحظه هنا ان الحكمه واللعبه اللي احنا بنلعبها هنا مش افضل فيلم بالظبط اللي احنا شايفين ان الاوسكار بالزبط. هتحبه. احنا ما بنختارش الفيلم، يعني مش هختار الفيلم اللي انا بحبه بالظبط، لكن مش يعني مش شرط افضل فيلم احنا شايفينه هو اللي يكسب في الاخر. بالزبط. يعني عشان كلمني انت الموسوعه الاكبر مؤخرا في كام سنه اللي فاتت، لان عندي الموضوع مختلط. الاوسكار تحب ايه اكتر اللي يترشح بس بيكتشر، الكاركتر ستاديز ولا الافلام الحربيه؟ لان انا شايف ان تمشي مره كده مره كده مره كده مره كده. الافلام الحربيه ما بقتش كتير، ولما بتتواجد وبتبقى حلوه بتوصل. بس على الجانب الاخر، على قد خبرتي بالذاكره كده، انا مش فاكر قوي، الفيلم الاجنبي اللي يخش في ترشيحات افضل فيلم في الاغلب هو اللي بيكسب افضل فيلم اجنبي. وانا ما اعتقدش ان في وسط الافلام الاجنبيه اللي موجوده السنه دي اول كوايت هيكسب. ممكن يترشح بس قصاد الفيلم الكوري، انا شايف ان الفيلم الكوري وترايبل اوف سادنس، الفيلم الكوري واخد باز اكتر واحد واخد باز. كان نفسي الحق اشوفه. فانا بفوت لطار. طار
رغم اني يعني انا حابب اقول كويت اون ذا وسترن فرونت وما اقدرش احكم على طار، بس انا شايف طار. انا نوينج وتاينو انا حاسس ان طار هيعجب الاوسكار سنه زياده عن اول كويت. انا يعني من اللي انا شفته من الحاجات اللي انا شفتها من بعيد، انا طبعا برضو تاني انا ما شفتش الفيلمين، بس حاسس كباز حتى معموله حاسس ان طار عنده ادفانتج. بس ده ما يشيلش ان فيلم اول كويت حلو، يعني فيلم اول كويت رائع جدا، بس بنتكلم دلوقتي من وجهه نظر الاوسكار. طار بيتقدم لدور الثمانية. جميل جدا. وننتقل للمباراة اللي بعدها، 13 Lives يقابل دمانيو. طيب انت شفت إيه؟ انت شفت 13 Lives؟ انا شفت الاثنين. انا 13 Lives ما اعرفش عنه اي حاجه. انا ما شفتش 13 Lives. طيب خلوني اقدم لكم 13 Lives ريل كويك. اولا ده اخراج رون هاورد، ورون هاورد من المخرجين الجامدين جدا 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 اللي كان بقاله فتره متخبط، عمل الفيلم بتاع الحيتان بتاع كريس هيمسورث دوت موبي ديك ده اللي كان حاجه زي كده ات وازنت ريلي جود، وبقاله فتره مش في الميزان يعني. فزي ما تقول ايه، راح رجع خطوتين لورا كده وعمل فيلم حقيقي قوي. ده الازمه بتاعت الولاد التايلانديين اللي كانوا اتحبسوا في الكيف، فاكرين في كاس العالم؟ اوكي طبعا مش فاكر الحدوته ديت خالص. كان في ولاد كان قصه وكان في بيلعبوا كوره، هم فرقه كوره هواه يعني. أوكي. والمدرب بتاعهم خدهم يفسحهم فوداهم كيف اثري عندهم كده يلعبوا وينزلوا ميه وحاجات بالطريقه دي. وهم جوه المطر نزلت عليهم غرقت الكيف، فهم موجودين جوه يعني احياء انوي احنا مش عارفين شرودنجر بوكس كايند اوف ثينج. والطريق الوصول ليهم مستحيل، فما بالك بقى طريقه ان احنا نخرجهم من اكثر استحاله، والمطر ما بيوقفش والدنيا غرقت والحياه اتبهدلت وكلام زي ده. والصوره الاعلاميه ده كان بيحصل في كاس العالم 2018 يا محمود، فالناس كانت الاتنشن بتاعتها مقسومه ما بين الموضوعين وبقى موضوع دولي ومهم قوي يعني. ففي وسط ما الكلام دوت كان بيحصل، الصوره اللي واصله لنا احنا كناس ان الصوره منظمه، هي كارثه انسانيه بشعه جدا وكل حاجه، ولكن في حكومه واقفه وفي فرق انقاذ من امريكا وفرق انقاذ من بريطانيا ومنظمه المعرفش ايه الدوليه، وإيلون ماسك طلع زايد عليهم واخترع معرفش بانيو كده معرفش ماله، قال ده اللي هيطلع العيال ويعمل كلام زي ده. الفيلم ده بيوضح لك ان الدنيا كانت في البلاله. يعني هم براكتيكلي كانوا واقفين بيقولوا يا جدعان اللي يعرف يعمل حاجه يعملها، لان احنا مش عارفين نعمل ايه. الفيلم فيه ستار باور، فيه كولين فيرل، فيه فيجو مورتنسون، فيه تمثيل على مستوى راقي جدا جدا جدا. في ممثلين اجانب كتير، في بقى ناس من تايلاند وفي حاجات بالطريقه ديت، بس الكاست الرئيسي بتاعنا انجليزي. انا على فكره انا ما كنتش اعرف اي حاجه، انت اول بس ما قلت تايلاند وكده انا افتكرت القصه على طول، فانا اشتريت يعني. الفريق الانقاذ الحقيقي لما شاف الفيلم قال لك 99% اكيرت. حاجه واحده بس مش اكيرت، انك وانت تحت الميه الفيلم بيدعي انك شايف حاجه، هو في الحقيقه ركض معكر. وفي معلومه في الفيلم ده I will never spoil it عشان اخليكم تعوزوا الفيلم اكتر، في معلومه اتقالت جوه الفيلم ده لغايه لما الناس شافته ما كانتش تعرف. اوكي يعني ما حدش يعرف عنها حاجه جدا. وفي مشاهد انسانيه التحدي بتاعها صعب، هي مش فكره بس ان في اولاد عايزين نطلعهم وخلاص، ده في جدل انساني بشع بيجي عن طريق شخصيه فيجو مورتنسون، برضو مش عايز اشرحه بس انت كبار. انا شاري، انا اشتريت، متحمس للفيلم ده، انا اشتريت. مش عارف، لا يعني ما عداش عليا خالص طول انا عارف ان في كولين فارل بس ما اعرفش اي حاجه تانية يعني، مش حتى مش فاكر بوستر، مش فاكر اي حاجه، وفي دماغي جه ده امازون برايم لو انا فاكر صح، بس حاجه بلاتفورم كده. يعني اوسكار وايز الحدوته الدوليه ممكن تكون ليها وزن، الحدوته الحقيقيه ممكن يكون ليها وزن. يعني انا لسه مش عارف الفيلم، مش فاهم الفيلم، بس هل ممكن حته الوايت سيفير تتلعب في الفيلم ده فيقول لك ايه ده انت بتحكي قصه وايت سيفير؟ مش قوي لا، لان يعني طبعا الجانب التايلاندي كان ليه دور جامد جدا، في ناس تانية عملت حاجات مهمه قوي يعني. كويس كويس، لان لو كان حته الوايت سيفير دي موجوده في لا، وحتى في حتى ما اتقالتش كاتهام للفيلم على اي مستوى. طب كويس، لا لو كده يبقى تمام. يبقى والاكاديميه بتحب رون هاورد لي سوابق يعني. هي ما الفيلم نزله من كام سنه اللي هو العالم كله كره بس هوليوود ما كرهتوش، بتاع ايمي ادمز، كان بيحكي قصه برضو الناس قعدوا يهاجموه عشان انت ليه تحكي قصه رجل امريكي عادي ومش عارف مين والكلام ده. شكرا. معلم نزل نتفلكس برضو. اوكي. ذا منيو على الجانب الاخر هو فيلم المفضل في هذه السنه حسب القائمه اللي انا عملتها. انا واقع في غرامه، واقع في غرام الكاركترز كلهم على فكره، مش بس الاثنين الكبار رالف فاينز وانيا تيلر جوي، وعجبني جدا فلسفه الفيلم. بس انا عندي حاجه بقى، لان انا ده اول فيلم اشوفه من الافلام اللي احنا لسه قايلينه، فحاسس ان انا شفت ذا منيو. ذا منيو بالنسبه لي كبريمس
كبداية فيلم، كأنت قاعد بتحاول تشوف إيه اللي بيحصل، كغموض، كالممثلة اللي هي كانت طلعت قبل كده في فيلم كان اسمه داون سايز ولا كان اسمه أيوة الأسيوية الأسيوية أو طلعت في فيلم تاني داون سايزنج. هي الحاجة الوحيدة الحلوة في داون سايزنج. طبعا داون سايزنج فيلم وحش قوي، بس ذا منيو بدايته كانت حلوه والسيتنج، وانا اصلا برضو عندي الجزء بتاع الكوكينج شوز والحاجات والديشز وبتسحل فيها جدا. وكان والافلام عامه الافلام اللي فيها علاقه ليها علاقه بالاكل يبقى عندهم حته كده ساعات ما بتعرفش توصل لي حته الاكل دي خالص. يعني كان في فيلم بتاع برادلي كوبر كان اسمه بيرنت لا شيف ده بتاع هو كان طالع شيف. شيف ده من انت قصدك فيلم شيف؟ ايوه فيلم شيف بتاع جون فافرو. احلى الافلام اللي اتعملت عن الاكل جون فافرو. لا انا بتكلم على برادلي كوبر. هو برضو عن حد وبتاع شبه قصه ذا بير، مسلسل ذا بير كده، وحد جاي وبيحاول يقوم بال، بس اتس نوت اباوت ذا فود خالص. يعني الفود مش هايلايت. انا ما اعرفش الاكل ده حلو ولا وحش، ولا عارف شكله، ولا عارف اتخيله. ما انت برضو بتتفرج على كوكينج شوز، بتتفرج على حاجات بتحاول اللي قدامك بيحاول يوصل لك، لان انت عمرك ما هتدوق ولا عمرك هتشم ولا هتعمل كل حاجه، فلازم حد يحسسك شويه الحاجه دي عامله ازاي. ده منيو حتى في طريقه تقديمه للاطباق والحاجات دي كان حلو. وحد فعلا عارف الدنيا وعارف الستايل والحاجات دي، كل الحاجات دي كانت حلوه جدا. شكل كيتشن وياس شيف وبتاع، الحاجات كلها حلو. اسمه ايه ريف فاينز جامد جدا جدا وفعلا اداؤه كان طاغي وكل حاجه. والميستري اللي في الاول اللي هم رايحين فين، هيعملوا ايه، الدنيا عامله ازاي، اللي هو انا اون بورد. الكلايمكس رهيب. من هنا everything went wrong بالنسبه لي. حاسس انه انا كان عندي expectations معينه وقاعدين بنعلى بنعلى بنعلى، and فجاه حاسس انه انا اللي هو انا كتبت فيلم وفكرته حلوه ولذيذه وبتاع، بس انا مش عارف اروح فين، انا مش عارف امشي في اي سكه شو. بس اللي هو انا مش عارف اروح فين. لا لا جلاس اونيون. جلاس اونيون يعني مش حاسس قوي بال، يعني انا فاهم قصدك، بس دمانيو بالذات حسيت ان في، انا ما عنديش تخيل كامل للقصه. يعني انا عندي بدايه القصه وعندي الكلايمكس وعندي مشهد معين هعمله وعندي حاجات وبتاع، بس بعد كده هنراب اب الدنيا دي ازاي، هنلمها ازاي، ده ما حسيتش ان هو موجود قوي في دماني. وفي نفس الوقت في حاجات كانت ممكن نقول عليها اكسبوزيشن، او ان احنا حد بيشرح ايه اللي بيحصل او ايه اللي هيحصل بعدين. انا ما كنتش احب اسمع ده بدري، يعني keep me on the edge of my seat، خليني قاعد مستني، حاسس ان في حاجه غريبه هتحصل بس انا مش عارف هي ايه. انا عاجبني جدا ان انت قلت النقطه دي، مش عايز اقطع كلامك، عاجبني جدا ان انا قلت النقطه دي، لان لو ذا منيو مشي قدام، حته الاكسبوزيشن دي هتكون مهمه جدا في النقاش بتاع تار وذا منيو. لان انا عشان بس اكمل النقطه بتاعتك، اللي انا شايفه ان ما بين الاثنين من ناحيه الاوسكارز، مين اللي بيتشيك صناديق اكتر ناحيه البوسك الاوسكارز؟ ذا منيو بصراحه. يعني فيميل ليد، الفيميل سبويلرز لحد ما اتفرجش على ذا منيو، الفيميل بتنتصر في الاخر، عندها الابر هاند. السبورتنج كاركتر، في كاركترات كتير في الفيلم فيميلز وعاملين دورهم ومليين الشاشه ومحترمين جدا، تمام. فلا ده بيتشيك بوكسز كتير جدا عند الاوسكارز. فالاثنين دول بالشرح اللي انا شفته على تيتين لايفز، انا لسه ما اتفرجش على تيتين لايفز، بس من اللي انا فاهمه دلوقتي من تيتين لايفز مقارنه بذا منيو، ذا منيو يتشيك بوكسز اكتر بالنسبه للاوسكارز. مع ان ذا منيو مش فيلم اوسكاراوي، انا ما اظنش ان هو فيلم اوسكاراوي خالص. بس مقارنه بالاثنين دول، ذا منيو هو الاوسكاراوي اكتر. بس هو الفكره بقى ان ذا منيو في حاجات كانت، لو انا اللي قارنته ايه الفيلم، ايه اول حاجتين جم في بالي وانا بتفرج على ذا منيو؟ كان فيلم ميد سامر وكان حته سكويد جيم شويه. يعني هي كنا تحس ان هي اتسجين كل شويه حد بيكت شويه، وفي نفس الوقت كان في شويه من ميت سومر. ميت سومر كان الرعب اللي فيه كان ان انت مش عارف، انت حاسس ان في حاجه غريبه بس انت مش عارف تحط ايدك عليها. الفيلم بدايته كان كده فعلا، بس بعد كده حسيت اللي هو لا احنا بدري قوي عرفنا ان في حاجه. بس هو عمل كده ليه طار؟ مش عارف. بس انا اقول لك على حاجه، هو كده كده هو اصلا مش نفس المود ولا نفس اي حاجه من ميت سومر. مش بقارنه ان هو هورر، انا عارف ان ده، بس خليني شويه عمال افكر. مش لازم خوف ورعب، جرعه الكوميديا فيه كانت كبيره، نسبه كبيره، يعني فيلم مش تقيل، مش هورر بقى وبتاع، بس في حاجات كانت الشوك فاليو بتاعتها عارف اللي هو ايه. انا 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 يا جماعه انا افكاري قربت تخلص، فهو ده اللي عندي. انا حاسس ان انت بتعمل الغلطه بتاعت انك بتقيس على توقعاتك مش على اللي هو كان عاوز يقدمه لك.
لانه هو في الحته دي بالتحديد انا بعت لك رساله بدري من خلال شخصيه نيكولاس هولت لما ابتدى يتصرف بطريقه غريبه. يعني المفروض ان كل مرعوب دلوقتي بس انت مش مرعوب. انا حاسس ان هو غششك حاجه في الحته دي. انا لا جاي اخوفك ولا جاي ارعبك ولا جاي ما اعرفش مين. انا عاوزك تبتدي تركز في الميتافور. انا عاوزك تبتدي تركز في الرساله. والرساله بتاعتي لو انت برضو حاولت تشغل مخك معايا بدري هتقول اوبا كلاس. هنتكلم على سوشيال كلاسز زي ما انت قلت سكويد جيم والحاجات الطبيعيه دي. قال لك لا ده انا بتكلم على الارت. انا بتكلم على الارت والارت هوردرز والناس اللي عايزه تلم الارت وتخليه حاجه للاغنياء وبس. بينما انا نفسي اسيرف العالم ونفسي اوصل للعالم واقف ما بيني وما بين الناس اللي زي نيكولاس هولت واللي زي الفود كريتيك واللي زي الراجل الغني واللي زي الكلام ده. انا اي لاف ذا مسج رغم ان في تفصيله فيها ما عجبتنيش. لما حاول يقول الشخصيه بتاعت نيكولاس هولت قال له طب وريني انت تعرف تعمل ولا ما تعملش. انا ضد الفكره دي تماما. ان اللي بيعلق مش لازم يكون بيعرف يعمل خالص يعني. بس عجبتني طريقه الطرح بتاعتها كانت صايعه. بس الشخصيه بتاعت نيكولاس هولت كان يدعي ان هو يعرف في الفيلم لدرجه يعني بس مش من سكيل ده. بس انا 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 تاني انا انا ما عنديش مشكله ان حصل الاكسبوز يعني مش فكره ان انت قلت لي الحاجه دي. بس انا عندي مشكله امتى؟ لانه حاسس ان الفيلم وصل لمرحله عاليه جدا وبعد كده اللي هو انا ما بقتش يعني ما بقتش عارف انا مستني ايه. لان حاسس ان كل حاجه كول عدت. انا بس عايز اشوف الدنيا هتريزولف ازاي. هل الحاجه اللي هو انا عرفته عايز يعمل ايه وكل حاجه ماشيه في السكه دي هل هيعملها ولا لا دي بوينت. وفكره ان انا مش عارف ايه اللي هيحصل اصلا. يعني مش عايز اقارنه بميد سومر هما كومبليتلي ديفرنت موفيز. بس ميد سومر انت لغايه الاخر مش عارف ايه اللي بيحصل. مش عارف الريتشوال مش عارف الحاجات دي كلها. فحاسس ان هو لو كان في شويه غموض اكتر لو كنت اخرت الاكسبوزيشن متاخر يعني برضو سبويلر اليرت ذا مانيو مش عايزك تقول انه كلنا هنموت. ما تقولهاش بدري. خليني انا مش عارف الناس دي هتعيش ولا لا. يعني فاهم قصدي؟ ده بس اللي انا كنت يعني ممكن مش عايز اقول ديسابوينتد بس ده اللي رجعه شويه عندي يعني. بس اوفر اول ات واز فن. عارف حاجه ذا منيو انا مستمتع بالريفيو اللي انا خدته منه صراحه. بجد والله مستمتع بالريفيو بتاع ذا منيو. بيقدم جوه احداثه حجه دفاعه اللي المفروض تدخله ترشيحات الاوسكار لانه هو اتكلم على مفهوم الفن وعرفه وتناقش فيه بتاعه ما اعرفش مين وفي الاخر انتصر لايه لاول ميد تشيز برجر. بالظبط. وهو قصاد ناس كتير من اللي موجودين هنا از اول ميد تشيز برجر لانه مش فيلم مهرجانات مش فيلم مصر. ياب 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 ترو. حلو الحلو. فاحنا هنكسب ذا منيو. لا انا انا بين الاثنين انا شايف ذا منيو هو اللي يمشي. هو للاسف ان انا ما شفتش الثاني فجايز لو كنت شفته. انا كده اتفرج عليه. يو اوز سمثينج لما تتفرجوا عليه حاجه فيديو هكلمك. بس انا يعني تعال نطلع ذا منيو عشان في لاف ليستا. انا عايزك عايز اوصل للفيلم ماتش ده باي طريقه بنطر. ندخل بقى على الماتش. بص ما تقلقش انا مش هتكلم على ار 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 بنفس المبدا اللي خلاني في الكوره بطلت اتكلم عن محمد هاني خلاص. لا احنا هنتكلم على ار ار ار. يعني الفكره ان احنا نحط ار 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 هو ماشي جزء منه ميم يعني جزء منه عشان نستعبط ونهزر وكده وبتاع. بس هو حظه وحش انه وقع قدام بيبن. طب مين يكسب مين؟ طب معلش بقى ذا واي اوف ووتر اكيد. يعني فاهم نفس مستوى السيتي بازر. اوكي تمام. بس كان لازم يكون في المرشحين الاجانب من الحاجات اللي احنا اتفرجنا عليها. تمام. فانا مش هفضل احفر الحفره اللي انا فيها دلوقتي لان ما ينفعش تحط ار 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 وصد فيبلمنز. انا اعترف بده. مع ان فيلم ذا فيبلمنز الرساله بتاعته تفهمها ان انت المفروض تحب فيلم زي ار ار ار. ان فعلا الفيلم عن حب السينما والكلام والافلام وحب حلوه من والله. لا والله حظه حلو. ايوه لا انا موافق. انا والله مقصد فيلم فيبلمنز ان قد ايه تخش النار بس هي قد ايه الافلام حاجه جميله. تمام. بس انا حبيت فيلم ذا فيبلمنز اكتر صراحه. اكتر بس ايوه هم كانوا برضه بس ده فيلم المنز فيلم ار 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 لا يزال تجربه سينمائيه لذيذه. تمام. بس احنا دلوقتي في النقاش بتاعنا احنا بتعلو واحده ما بيننا وبين بعضنا بنتكلم الافلام اللي احنا حبيناها وبين وفي اللعبه الى فيلم مترشح للاوسكار. لا تحط لي فيلم المنز قصاد ار ار ار. لا انا انسان صادق مع نفسي. فيلم المنز اكيد هو اللي هيروح للاوسكار. انا لا استبعد على فكره ان في الاخر برضه الاثنين يخشوا الترشيحات بشكل او باخر. جميل. نحن في زمن ان يلعب فيه الفيل الطاوله. طيب تعالى نبتدي كلام على ذا فيبلمنز الاول. جو انا طب ما جو انت. طيب ذا فيبلمنز انا لسه شايفه فلسه الاحساس بتاعي وانا لما شفته لسه فيا. بدايه كده قبل ما اتكلم قوي عن الفيلم
ودي حاجه ما اعرفش هتتفقوا معايا فيها ولا لا، بس انا ما بحبش الافلام اللي عن الافلام. بحبش الافلام اللي عن جمال الافلام او عن الماجيك بتاع الافلام والحاجات دي كلها. ماشي اوكي. بشكل عام اللي هو بحس ان هي يعني at this point انت مخرج واحنا وعارفين ان انت بتحب الافلام اكيد فقشطه اوكي، بس في نفس الوقت بابريشيت شويه لما حد بيعمل زي تريبيوت او حد بي بي بيرجع لبوينت اللي هو دي اللحظه اللي انا حبيت فيها الافلام او this is why I do it من الاخر. جميل. في فيلم قريب منه جدا فكرني بيه حتى ك مش كأي حاجه غير ان هو من مخرج تقيل، فيلم هيوجو بتاع مارتن سكورسيزي، مع انه قصه مختلفه تماما والربطه هو مش فيلم عن الافلام بس هي في الاخر بتتربط ليها علاقه بالحاجه دي. ف انا ادعي ان ده فيلم مش فيلم عن الافلام بس كمل. ما ماشي اوكي خلينا نكمل. ما هو انا على فكره يعني دي حاجه انا كنت رايح لها اوكي. فالامبريشن بتاعي اللي هو يا لهوي فيلم بقى عن الافلام والولد اللي دخل السينما وهو صغير وشاف اللي مش عارف ايه سينما باراديسو كان بالظبط. انا يعني يعني خليناش نخش في تفاصيل، بس فكره اللي هو خلاص احنا الحاجات دي شفناها كتير وعارفينها يعني مخرج ستيفن سبيلبرج اكيد ليك سحر مع الفيلم. من حسن حظي اللي انت بتقوله ان هو مش فيلم عن الحاجات دي. اتس ا فيري امبورتنت اليمنت، حاجه مهمه جدا وداخله في الـ في الـ في القوة في العصب مهمه بالظبط، ولكن هي مش عن دي خالص. هو عن حاجه راجعه له، هو عن هو تكوينه الشخصي بالظبط. ولد بيكبر اتس ذات سول مش اكتر بالظبط. فانت هي قصه عن الولد وحياته وعيلته ومش عارف ايه، الافلام اليمنت فيها الافلام دي اكنها هي حاجه بس بتلم الدنيا بتربطها ببعض ولكن مش عن الافلام. فدي حاجه عجبتني لان هو لو كان فيلم عن حب وهو صغير وفضلنا مكملين في الحته دي بس تمام. يعني انت ستيفن سبيلبرج يعني انا عارف فالحمد لله احنا بعدنا عن الحته دي. الجمال في فيلم فيبلمنز ان هو زي ما قلت هو مش فيلم عن الافلام بس في بس المهم في الفيلم ده ان هو بيرى لك القوه بتاعه الافلام. اتس ا كومينج اوف ايج ستوري، بس المشاهد المفتاحيه للشخصيه بتاعه سام دي بتشوفه هو ازاي استخدم القوه بتاعه الافلام عشان يكتشف حاجه. المشهد ده يا الله خرافي، وهو قاعد مع امه بيقول لا تعالي قفشتك تعالي اوريك حاجه شوف قفشتك قفشتك ازاي من الحاجه الهوايه اللي هو بيعشقها. فانا بيقول لك فعلا القوه بتاعه الافلام. فانت كلامك صح ان مش لما المخرج يجي يقعد ونشوف يا انذر ستوري على قد ايه هوليوود عظيمه على قد ايه الافلام عظيم، لما تتعمل صح زي فيلم هيوجو او فيلم ذا فيبلمنز بتبقى صح وبتبقى خرافيه جدا. لما تتعمل غلط يطلع لك حاجه زي لالا لاند تمام، يطلع لك حاجه اللي هو خلاص بقت زياده عن اللزوم يعني الفكره لسه الدور الجاي استنى ما يطلع من تحت ايدي الويب بس ذاتس ماي بيس ان هو لا هو فيلم خرافي. بس انا انا اه يعني انا مش 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 عايز اقطعك بس انا فعلا بتفق معاك في الحته دي. هو فعلا اصل هو يا جماعه عارفه في 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 افلام كده اللي هو عشان لسه طازه فانا لسه حاسس بالحاجات بتاعتها. الفيلم ده انا الفيلم ده فعلا لما خلص اللي هو انا كنت قاعد انا كنت مبسوط وحاسس بروح كده من اجمد غمزه من المخرج في اخر ثانيه. اجمد غمزه من المخرج كده احسن يعني افلام شفتها في حياتي. اجمد غمزه من المخرج احسن افلام. ستيفن سبيلبرج في الفيلم ده بيعمل كل حاجه في الدنيا بما فيها انه يتشقى. ايوه في اخر خمس ثواني ده بيتشقى بالظبط بيغمز بس المشاهد. انا اصلا وانا شايف الشوت الاخير عمال اقول ما انت لسه مدينا لسه عاملها ليه راح عاملها برافو فاهم. لكن طيب تعالوا سيبنا من الفيلم نفسه، تعالوا نتكلم اكتر عن الممثلين في الفيلم. بول دان وخرافي. بول دان الهادي بالظبط بالظبط. ميشيل ويليامز عدوشه بيج مومنت ما بالزبط. ميشيل ويليامز رهيب. ميشيل ويليامز انا عشان ما شفتش تار فما اعرفش المنافسه عامله ازاي بس هي ميشيل ويليامز رهيبه من اللي انا شفته هي الوحده اللي في جاي في دماغي اسمه مش عارف ازاي بس سيث روجن عمل العمل اللي عليه بزياده في الفيلم ده. سيث روجن اللي هو حتى بعيدا كده تريفيا سيث روجن عمل فيلم مع ميشيل ويليامز كان اسمه تيك ذا فولز. حد فيكم شافه؟ كانوا طالعين متجوزين وهي حبت واحد تاني وعايزه تسيبه عشان نايس سيث روجن عدل ينطق نايس. لا بس كاوفرول ميشيل ويليامز ليها كذا مشهد، مشاهد اللي هي عارف لما حد بيبتسم بس هو حاسس بحاجه جواه عكس اللي طالع فتحس ان هي مشاهد اتس اولموست ا هورر موفي. عارف لما حد يبقى عنده مشاعر متضاربه وشه مش عارف يرياكت على ايه بالظبط، دي كانت طالعه منها وفعلا انا اتاثرت بيها كشخصيه. وطبعا برضو عشان لو حد يعني مش عارف فهو الفيلم مبني بشكل كبير جدا جدا على قصه حياه ستيفن سبيلبرج. ففي حاجات تانية يعني حتى لما دخلت بصيت على شكل ابو ستيفن سبيلبرج لقيته شبه بول دانو وامه قصه الشعر بتاعت في حاجات كتير كومن
وكان يقال كان معرفش سيث روجن كان بيقول له لما كان بيسال ستيفن سبيلبرغ فبيقول له الحاجه دي حصلت فعلا وبتاع كان بيقول له اه كان متاثر جدا وكان بيطيرك وبتاع شكلها حاجه دوكيومنتري عن حياه ستيفن سبيلبرغ اتكلم فيه بالتحديد عن توتر علاقته مع ابوه ودوت نقل لي حاجه جوه الفيلم ده وانا قدرتها جدا ان الفيلم ده رقيق قوي يعني هو في حاجات ممكن يعملها بطول مؤذيه هو ما عملهاش بطول مؤذيه بالظبط لا العلاقه مع الاب ولا العلاقه مع الام ولا العلاقه مع سيث روجن بعيدا عن التفاصيل عشان ما نحرقش ولا العلاقه مع البوليز حتى على الرايق قوي على الهادي قوي فهو بيحافظك لكن ستيفن سبيلبرغ في الفيلم الدوكيومنتري بيقول لك لا كان في مشاكل كبيره كانت حاجات اسوا من كده بكتير يعني هو تحس ان هو يعني اكنه ان بيس كده مع اللي حصل يعني حتى في من مشاهد معينه والام بتتاسف له وبتقول له كذا هو بيقول لها يعني بتحس ان هو لما عارف لما حد يمر بتجربه والتجربه دي خلصت خلاص ما بقتش ريليفنت لاي حاجه ما بقتش ليها علاقه باي حاجه فانا ببص عليها بتسامح وبمنظور ما في مش لازم اطلع لك المشاكل اللي مش مهم فكره ان انا بابريشيت الناس دي وابريشيت عيلتي واخواته البنات انا لسه والله العظيم على لساني على جمال التمثيل كل الممثلين وهو اصلا ستيفن سبيلبرغ يعني في في في, في اختيار الممثلين الصغيرين الاطفال او في من ناحيه جايدنج ده ان هم يمثلوا كده هو مفيش زيه الواد ده نيكست ادوارد نورتون سام شبهه جدا شبهه جدا وشبه انا عمال اقول هو شبه ادوارد نورتون وشبه الولد اللي هو بتاع ذا جود اسمه ذا جود بتاع تشارلي اند ذا تشوكليت فاكتوري اللي كان الولد الصغير اللي هو كان عمل فيلم تيموثي اسمه ايه اللي هو كان عمل ذا جود دوكتور اسمه ذا جود دوكتور ما اعرفش اسمه ايه الولد بس في مسلسل اسمه يعمل تشارلي اند تشوكليت فاكتوري لا 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 مش تيموثي لا الولد اللي هو كان في تشارلي القديم الولد الصغير هو عمل اسمه بيتس هوتيل وعمل فيلم اسمه ذا جود دوكتور اللي هو ممثل فيلم اسمه ذا جود دكتور مسلسل اسمه ذا جود دكتور هو البطل بتاعه يعني. لا بس الواد دوت وبالذات في البروم سين ادوارد نورتون يا جماعه بوعت هو شبهه جدا اي اجري 100% وجامد من اللذين انا هو ممكن نقعد نتكلم بالصراحه انا في حاجه عايز زي ما احنا بنتكلم عليه في حاجه عايز اخد رايك فيها في افلام كتيره من اللي موجودين هنا النقطه دي هتتفتح مره تانية بس الشخصيات الغريبه اللي بتظهر مره واحده في الفيلم وبتمشي فيبلمنز من احسن الافلام عامل الموضوع ده فيلم ذا مينيو فيه شخصيات كتيره لذيذه على الجنب كده تمام بتعلق معاها بس ده فيبلمنز شخصيه الجد اللي بيطلع السلام عليكم ده جه ودخل كده انا اعتقد ان هو ساب امبريشن ومشي هو كانديديت للسبورتنج اكتر اتصور بالمشهد ده بس يعني ما اعرفش هم هيبصوا لها ولا لا اللي دخل منه مره واحده كده وطلع الحاجه دي الواحد بيفتقدها في الافلام ان بس يكون في كاركترز موجودين ويسيبوا عليك علامه كده هو ويمشوا فانت تقعد بحد فيلم يخلص عارف فكرني بمين لسه ليتل ميس سانشاين لا ده كان دور مكمل بس هو اللي انسحق okay. يعني هو ده الكاركتر بتاعه خلص مايكل شانن في ريفولوشنري رود مع ليوناردو دي كابريو كيت وينسلت طلع عمل مشهد اتكلم كلمتين وخرج مع مايكل شانن جامد حتى كان في كان اسمه ايه نكتورنال انيمالز كان عامل دور رهيب بس انا عجبني فعلا مشهد الجد وفكره الربط اللي هو الراجل ده هيخرب بيتنا انت مش عارف يخرب بيتنا ازاي بس هو يخرب بيتنا اكشلي سام هاو الفيلم حلو فيلم جميل الفيلم وتريبيوت على الهادي تريبيوت لل هو تريبيوت لحياته وتريبيوت للافلام بشكل عام انت واصل لك الحاجه دي بس مش ان يور فيس هي حاجه مكمله للقصه مش اللي هو شفت الافلام جميله ازاي ده الافلام دي احلى حاجه في الدنيا هو ولد بيكبر ان ات جاست سو هابنز بالظبط ان هو انت موفيز بالظبط فالحاجه اللي هو بيحبها ديت از طول واصلا انت لو مع ذلك انت لو جربت الفيلم من حدوته وخدت بس الافلام اللي هو بيعملها جوه الفيلم يا خبر ابيض على الجمال انا هموت على الايديتنج ماشين اللي كان شغال عليه جميله بس انا اقول لك على حاجه لا انا اختار الفيلم ده حتى لو ما فيهوش حته الافلام بس اختاره برضو على الفاميلي دايناميك اتس ا جروينج اتس ا كومينج اوف ايج ستوري في بيت فيه مشاكل المشاهد اللي كان بيبقى فيها 7 8 كاركترز وبيتكلموا في 3 4 مواضيع مختلفين مش اي مخرج يا جماعه فعلا فيلم حلو انا مبسوط ليتس موف اون يلا اللي بعده بس خلاص احنا شفناش حاجه عادي طب طلع قرايه بالتليفون لا اتس جود اوكي مش والله حته مواجهه واحنا بنتكلم في السي جي اي بقى على حق ربنا everything everywhere all at once يقابل واكاندا فوريفر انا ما شفتش واكاندا فوريفر اوكي واكاندا فوريفر دخل لاننا لما جينا نبص على قوايم الافلام اللي في موسم الجوائز والنقاد اللي دايما بيتوقعوا افلام الاوسكار صح عبر التاريخ كلهم حاطينه في الاعتبار بشكل او باخر لكن لو احنا كنا بنشتغل بشكل مطلق
وكان دو فوريفر نخش القايمه دي من اساسه. صحيح. متفقين؟ يعني انا انا بس عشان انا ما شفتش وكان دو فوريفر, بس انا عارف ان بلاك بانثر الاولاني كان داخل بيست بيكتشر, فحاسس ان هو الهايب اللي عليه كانت اكبر بكتير, والكوسه اللي عليه كانت موفمنت وكالتشرال موفمنت وبتاع اكيد, بس داخل فيها برضو حته شادويك ان هو مات, ويعني ممكن يكون فيها حته برضو هو بيلعب على حته عاطفيه شويه عند هوليوود. انا مش عارف هم هيبلعوا البيت ده ومع الوضع في الاعتبار حاجه, وكان ده في محله يعني. انا مش بقول لك ان هو ما يدخلش الايمن دي خالص, وانا كارهه. انا شفت كنت بتتكلم عليه بس مش تخشش هنا, مش مكانه يعني. دلوقتي نلعب بوليتكس بس, بوليتكس بس, everything everywhere all at once, female lead minority, تمام, المخرجين نصهم minority, تمام, اثنين في واحد منهم minority وواحد عادي. انا بكره ان احنا لا 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 بس هو للاسف ان هو احنا بنتكلم بلغه الاوسكار. بس انا ممكن اقول حاجه, انا everything everywhere all at once بالنسبه لي من افضل افلام السنه. انا صحيح. عجبني جدا. انت طلعوا احسن رقم, احسن انا بالنسبه لي رقم 6. انا ما فكرتش قوي, لان انا كان يعني وقت ما انا قلت ده احسن فيلم انا شفته في السنه, لان انا ما كنتش شفت بقيه الحاجات, واعتقد ان it still stands no other film. يعني انا فعلا انا لما شفته كنت في حاله من اللي انا اللي هو في كميه دوبامين في جسمي وحاجات عماله تنور, ومبهور من انت ازاي كتبت السكريبت ده, ازاي كتبتوا السكريبت ده هما الاثنين, وازاي اخرجتوا الفيلم ده مع بعض, وازاي دماغكم راكبه على بعض وقدرتوا توصلوا لنا حاجات تقريبا ما ينفعش توصلها. صحيح. واللعب اللي انت لعبته والحاجات اللي عملتها والصخرتين اللي بيكلموا, اللي هو كل شويه في اوبشنز بتفتح ما بتعرفش تقفل منين, كانت حاجه ممتعه جدا. واهم حاجه في everything everywhere all at once انه قفل قفله حلوه, انه بقى بعد الهيصه اللي احنا عملناها دي كلها, بعد الشقاوه دي كلها, لا في رساله, وعرفت الفها لك, وعرفت اقول لك ان الفيلم ده مش مجرد همجي وانا عندي افكار عشوائيه, لا انا عندي حاجه عايز اقولها في الاخر, والحاجه دي اتلمت بشكل جميل جدا. فيلم فعلا مؤثر جدا, والفيلم موجود في موسم الجوائز, موجود على جوزها كسب افضل سبورتنج اكتر في الدور. اوكي. كان السبيتش بتاعته كانت مؤثره قوي يعني, هو والممثلين فيه كان كويسين, هي كانت كويسه والراجل كان كويس, الفيجوال افكتس ببادجت قليله جدا كانوا عاملين حاجات رهيبه, الاديتنج في باز على جيمي لي كورتس كمان بتاعه بتاعه الضرايب على اساس سبورت. بس انا حاسس هو طبعا عنده فرصه, عنده فرصه جه في دماغي المشهد ده وصابع. عنده فرصه كبيره جدا في بست اديتنج, ماشي, وفيجوال افكتس, مع انه ممكن محدوده بعيده عن الكواليتي بالظبط, والتقسيمه التشابترز في فعلا في حد عارف يحكي قصه كومبليكيتد بالهيدتنج, دي حاجه تحسب له, هو عنده فرصه كبيره جدا هو يكسب بيست. مفيش نقاش من ناحيه ناخد خطوه لورا برضو, الايديتنج في ذا فيبل مانز طبعا. طبعا مفيش نقاش في ايفرثينج ايفري, مفيش نقاش ان ايفرثينج ايفري وير هو مرشح احسن فيلم, احسن او من احسن الافلام اللي اتعملت في السنه, ومن اكتر الافلام اللي مرشحه ان هو ياخد الاوسكار, انه بيتشيك بوكسز كتير. انا اعتقد اتس ماي فيفرت موفي واكاندا فور ايفر, الصناديق اللي بيعمل لها تشيك كتير, ليد فيميل ماينوريتي, مخرج ماينوريتي, تكريما لتشادويك بوزمان, هو واقع مع حد اصلا بيعمل على الحاجات دي برضو, فهو مش عارف حتى يفليكس الادفانتج بتاعته. بقول لكم في الاغلب لو في فرصه للترشيح بناء على الاسباب اللي احنا بنقولها, ده هيطلع بيهم هما الاثنين بالظبط, بس احنا دلوقتي لقيناهم في وش بعض. بس everything everywhere all at once هو فيلم بيجي كل كام سنه كده بيخبط في واحد زيه كده تقول انا إن الناس دي لو اتبعت المنهجيه ديت ممكن تغير وش السلام. دانييلز طبعا طبعا, سويس ارمي مان لمده طويله كان واحد من الافلام اللي هو لا ده مود لوحده, انما اتفرج على سويس ارمي مان ده حاجه ثانيه. خلوا بالكم برضو A24, انا بحبهم جدا. A24 بيعملوا الافلام اللي مش شرط اصلا تنجح كبيتش حتى في اي استوديو ثاني. بنشيز A24 برضو صح؟ نوت شور. لا ماشي, ادي واحد هنا اهو, في كذا فيلم A24 موجود. لا نورثمان مش A24, متاكد هنلما نوصل لهم بس قصدي A24 ك ك ك كافلام لا الافلام اللي بيعملوها هي مختلفه عن اي حاجه, وفعلا تشوفها تقول ذس از A24 موفي, وهم اللي عاملين اللي بيعملوا شيب جديد للسينما, هم اللي ورا الدانييلز, هم اللي ورا السات فيز في المانكات جيمز, فهم هم اغلب الناس دول بعد كده بياخدوهم في البلوك باسترز, لانهم بيثبتوا انهم يعرفوا يعملوا نفس الافكار اللي انتوا بتعملوها بربع البادجت او بنص البادجت. هم ناس بيعرفوا يلاقوا الافكار الكويسه وبيبليفوا في الحاجات اللي مش بتبيع اصلا, بس بيعملوها حلو وفشخ, بيعملوها احسن من الافلام اللي بتبيع. فانا بحترم ده فيهم جدا يعني, وعندهم لايبرري صغيره بس فشيخ. نتنقل everything everywhere, الاثنين بيعملوا صناديق حلوه للبوكسر للبوكس
للبوكسز للبوكسز بيتشكوا بوكسز كتير في الاوسكار بس everything everywhere يتنقل ودي المفروض ان هو يبقى الاسم الحقيقي بتاع الجائزه من هنا رايح everything لا 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 جوائز البوكسر تمام ننتقل للجانب الاخر افتر سان اللي انا ما شفتوش مع ذا باتمان اللي اكيد كلنا شفناه افتر سان الوحيد اللي شافه محمود اسماعيل اتكلمنا عنه باهلنا برضه بصوا فيلم مهرجاناتي جدا فيلم بيسموه ايه سلو بيرن كده اللي هو ماشي المخرج او المخرجه الفيميل دايركتور اسكتلندي يعني انت دلوقتي مشهد للاب انا بحرك لكم حاجه في بدايه الفيلم مشهد للاب وهو طالع البلكونه ربع ساعه فاللي هو سلو بيرن جدا مهرجاناتي جدا بي بي بيطرطش فن في كل حته تمام ذا باتمان هو ذا باتمان فاهمني فهو يعني ذا باتمان ومات ريفز وحاجات بس انت قلت شكلك مش عاجبك افتر سان يعني هو ماشي انا يعني هو مود اللي هو اتفرج عليه مره واحده اوكي عجبني المود اللي حاطيني فيه تمام عجبني القصه اللي بتحكي بين الاب وبنته لذيذ بس مش هرجع اتفرج عليه مره تانية طب هل جدا اوسكاري جدا اوسكاري هو جدا مهرجاناتي طب هل هو عمل حاجه في مهرجان هل كان في ريكوجنيشن في نومينيشن كان يعني كان ماشي كويس انا فاكر لما اتفرجت عليه بشكل قانوني في السينما في المهرجان اي المهرجان اللي كان موجود فيه هو هناك شفت العلامه بتاعه المهرجان دي في كذا وفي البوستر بتاعه برضه محطوطه فلا هو فيلم مهرجاناتي واخد ريكوجنيشن كتير علامة المهرجان كانت موجودة في المهرجان ايوه في الاخر رحت اتفرجت عليه تمام ذا باتمان از ذا باتمان فانتوا عايزين مين اللي يتقدم بصراحه ذا باتمان مش فيلم اوسكار عشان نكون صريحين انا عايز اقول باتمان ممكن يكون اضعف فيلم من دول انه يكمل مش عايز اقول اضعف يعني بس هو من اقل توب جان انا 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 توب جان الهايب اللي عليه بنت لذينه يعني هتزقه بالعافيه رغم ان هو برده مش فيلم اوسكاري بكل تاكيد بس فيلم هوليوودي اولد سكول بالظبط جدا بس لما تيجي تقول هو انهي فيهم فيلم احسن فنيا بجد ده باتمان لما يبقوا قدام بعض نبقى نتكلم ماشي بس انا من دول علشان انا ما شفتش افتر سان من الكلام اللي عليه كله الكلام بوزيتيف يعني دي حقيقة. الفيلم مش لكل الناس للعامة الناس مش لكل الناس هل هو للناس بتاعت الاوسكارز ده السؤال الاهم انا هقولها بالطريقه دي تمام من غير ما احرق اي حاجه ما بين فيلم افتر سان وطار انا افضل افتر سان بس الاثنين اوسكاريين بس طار اوسكاري اكتر من افتر سان طار اوسكاري اكتر من افتر سان اوكي طيب بس برضو انت خلي بالك الاليمنت بتاع ان فيميل دايركتور تمام دي حته دي برضو لازم نخلي بالنا منها محمود شاطر في انه بيفرق لك ما بين الاوسكاري والمهرجاناتي لان هو مش نفس هو عنده حق فعلا انت في دماغك تحس ان هم لا بس اتس نوت لا 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 اوسكار لعبه البوليتيك يعني مثلا فيلم تراينجل اوف سادنس ده مش اوسكاري ده مهرجاناتي جدا طبعا جدا اوكي anyway انا قلت اي سيد ماي بيس وانا صراحه مش شايف ان احنا ننتقل نموف اون بافلام احنا مش متكلمين عليها بس طالما احنا فاهمين البوليتكس فنقدم افتر سان اتفاهمين البوليتكس بتاعت افتر سان فيميل دايركتور تمام اندبندنت موفي بس مش بس هو لو سالتني اصلا مين في دول ممكن احس انه يترشح اقول لك افتر سان يعني لا بس هقول لك انا لو قول لي حد افتر سان ده يترشح لاي حاجه ثانيه سكرين بلاي ممكن سكور لا تعرفين انه طار سكور ده فيه بالمنزه يا جدعان معلش سكور ما اظنش ان يعني البنت اللي بتمثل فيه مش لهناك ماتش ده باتمان على الجانب الاخر عنده فرص ده باتمان ممكن تروح سكور تروح سينماتوجرافي تروح اديتنج تروح ساوند ساوند تروح ساوند كاتيجوري كله سي جي اي هير ميك اب ماشي لا ده باتمان في عندك بس مش بس بيكشر مش بس بيكشر هو ممكن ما يشمش البست بيكشر بس ما هو هو المشكله بس ان هو في حد فيهم انا فعلا ما اعرفوش يعني انا مش عارف اقيس على ايه فخايف بس اقول اللي هو ما ده اللي انا عارفه فيلا كمل بس التاني يبقى جدير اكتر طب تيجوا ناخره شويه نخليه في الاخر موف فورورد ولا انتوا لا قواعد الاتحاد الدولي طيب انا ده باتمان عمره ما ترشح للاوسكار انا بقول افتر سان باتمان ممكن يترشح في كاتيجوريز تانية احنا قلناها ايوه بس افتر سان كفرصه لان هو ممكن يبقى ريكوجنايزد في مهرجانات فده ممكن يوديه ان هو يبقى ريكوجنايزد هنا انا ممكن اقول افتر سان بس ذا باتمان فيلم رائع وكل حاجه بس ما يترشحش بس بيكتشر صعبه جدا شورت
The Banshees of Inisherin يقابل The Northman، واحنا الاثنين شفنا، احنا ثلاثه شفنا الاثنين. لافلي لافلي لافلي. ابتدي انت بقى بانشيز، ابتدي انت وانا هخش. بانشيز عجبني جدا. بالنسبه لي مش احسن افلام مارتن ماكدونا، انا لسه بفضل تريبل بورد، ووراء امبروج، وراء بانشي، ووراء سيفن سايكوباث، لان انا شايف ان هو قريب شويه من سيفن سايكوباثس. انه في بعض الاحيان وانا بتكلم على الافلام ديت قلت في افلام كتير السنه دي بتلعب على كذا وتر. فكروني شويه، عارف فقره السيرك بتاعت الراجل اللي بيلف الاطباق وكل شويه لازم يرجع يلف اطباق، والشاطر قوي اللي بيخلص النمره من غير ما ولا طبق يقع، وفي ناس بتوقع اطباق في الاخر. انا مشكلتي اني حسيت في الاخر ان بانشيز تحيز للميتافور اللي هو بيقدمه، وابتدى يقدم شويه سيكونسز ملهاش تبرير درامي قوي من منظورنا احنا كمشاهدين، وبالتحديد الشابتر اللي ممكن تكون دمويه شويه في الاخر. اللي هو طب حتى لو عاوز تسند الدراما شويه وضح ان الموضوع فيه شويه خلل عقلي او حاجه بالطريقه دي، لكن انت ما عملتش كده فدوت اللي وقع مني. لكن انا دايما بقول مارتن ماكدونا من الناس اللي بتلعب على الحته بتاعه التوازن ما بين السوداويه والدراما والكوميديا، محدش في الدنيا بيعرف يلعب زيه عليه. في وسط ما انت بتضحك يدي لك حاجه تخليك تتكسف من نفسك، وانا بضحك على ايه؟ الكاركترز احنا معانا اربعه، اتصور ان الاربعه المفروض يترشحوا بتاعت كولين فارل، برندن جليسون، باري كيون، وال شابان البرفورمنسز جباره. نفس اللي كنت بتكلم عليه في ذا فيبلمنز، لما يبقى في حوار خناقات البار كان 7-8 وكل واحد بيتكلم في موضوع غير التاني، مش كل اتنين بيتكلموا في موضوع غير التاني، والفلو من اعجب ما يمكن. تصميم شخصيه كولين فيرل بالنسبه لي عندي ليها تقدير خاص جدا، لانه هو مطلعه شكله راجل عادي بس من تحت شرس من تحت يا الله جبار. انا بحب ذا بانشيز جدا جدا جدا، حبيته، كان موجود معايا في قائمه افضل افلام السنه دي. اوكي انا لو ما بينه وما بين ذا نورثمان هتوتر، مش عارف. طيب انا لو هنتكلم على بانشيز، انا اولا انا كنت متحمس له جدا، سمعت عليه كلام بوزيتيف كتير، فكنت متحمس اشوف ايه اللي هيحصل فيه. بس حسيت في النص وانا بتفرج كده، يعني وصلت المرحله اللي هو طيب يعني am I missing something، يعني حاسس ان انا حسيت ان تمام، بس حاسس ان انا حاجه عادله، دي حاجه عادله جدا، يعني حاسس ان انا طب العيب فيا الناس كلها، يعني حاسس ان انا في حاجه ده مزد somehow. فكنت مشتت شويه، ما كنتش فاهم طب هل هو فعلا بالجوده دي، يعني هل اللي الناس بتتكلم عليه او الناس بتشوفه. انا ما شفتش فول ريفيوز طبعا قبل ما اشوفه، بس شفت كلام اللي هو في توك يعني عليه، فما كنتش عارف افهم قوي الحته دي. يعني لما شفت الفيلم الحاجات اتفق معاك طبعا في الشخصيات وفي التمثيل وفي فكره الجزيره نفسها، ان هي تحس ان هي حته كانهم في ليمبو، يعني هم في حته منعزله تماما عن الناس، ما تشوفش حد من بره، ما تشوفش ناس جايه، يعني هم في عالم تحس ان هم في الاماكن المحدوده، يعني هم 10 فاهم، الجزيره كلها 10 عارفين بعض. والجو ده نفسه كان في الجو حلو فعلا، بس ما اعرفش، حسيت اللي هو انا اتفق معاك طبعا برضو في حته ان هو لو هو كان مشي في سكه بعد ما شفت الفيلم، انا افكاري بس ساعات في حاجات بتيجي فجاه كده بتدفع، بس انا فكرت في الفيلم انه هو فيلم عن بريك اب بس بشكل تاني خالص. مش لازم يكون بريك اب ما بين اتنين بيحبوا بعض، بريك اب ما بين اتنين صحاب. فلما بصيت له ده شويه ابتديت افهم الديناميكس عامله ازاي شويه. هل كل حاجه في الفيلم بتوصل لك الايموشنز اللي عايزه توصل؟ مش قوي، بس انا اتذكر كام كوت اللي هي بتاعت am I nice were you nice او انت كنت عمرك نايس nice. في حاجات كان في كونفرسيشنز حلوه فعلا، بس كان ممكن يلعبوا اكتر على حته لو في خلل عقلي، لو في ديبرشن، لو في مش عارف ايه، تحاول تبرر شويه الدنيا. اللي هو مفيش حد طبيعي في الدنيا، حتى مش هنكومنت عليها بيعمل اللي هو التاني عدا عمله، دي حاجه مش مبرره. بس وده ممكن يكون سبويلر اليرت، يعني النقله اللي حصلت بعد الحمار اللي هي جيني لما ماتت، برضو حسيت ان ممكن يكون ميتافور اللي هو الجاكاس، ان هو مات فده موت الشخصيه القديمه بتاعتي ودي شخصيه جديده تماما، فمن بعدها في حاجات فعلا. ذا بانشيز بيسبارك الكونفرسيشنز دي على فكره. يعني انا عملت مناقشه عليها في الستريم، ناس كتير طلعت بتفسيرات كتير جدا. اتنرفزت الحقيقه من الناس اللي كانت بتطلع بتقول لا انا صح، لا روح اتفرج على معرفش مين قال ايه. لا دود، ده من جمال الفيلم دوت ان كل واحد يطلع بالنظريه. في واحد طلع بيقول لي الست العجوزه ديت بريطانيا يعني، وهي اللي بتزرع اللي معرفش. قلت له بص، هي حاجه سطحيه وانت بتقول افتكرتك بتترول، بس بعد ما خلصت الكومنت ليه لا،
وبعدين واحد تاني بيقول لك انت هتفسر تكسب تلعب جزء من يوفنتوس بس ميك سنس انا ميال لده بس ذس از ذا بيوتي اوف ذا فيلم تكون تضحك عليه من شويه بس شغلت الفيلم مره تانية في دماغي وبس يعني قلت السينوبسس بتاع الفيلم في دماغي اللي هو السينوبسس أيوة بتاع الفيلم بيضحك جدا بيضحك جدا اللي هو واحد صاحبه بيقول له لا انا مش عايز اكون صاحبك هقطع صوابعي لو انت كلمتني تاني الفيلم تحسه ساعه ما شفت التريلر تعليقي الاساسي ده هيطلع منه فيلم ازاي أيوة بالظبط اللي هو ازاي تعمل فيلم الموضوع ده بس لما تفهم الميتافور اللي بيحاولوا يعملوا الحاجه اللي او تفسرها بطريقتك ماشي انا فاهم ان في حاجه ماشيه كده وكولين فارل عليه بعض الافلام الغريبه اللي بتطلع كده هو منها الكوميديا اللي بتجي لك من ورا كده بتدي لك البوكس اللي هو اوكي انا لازم اكون فاهم دلوقتي ان المخرج قصد ان هو يستعبط انا قصد ان هو لا هو فعلا هو فيلم زي ما انت قلت هو فيلم بريك اب بين اتنين صحاب ايه سبب الكسره اللي حصل ده خلاص يا عم زهقت منك بجد يعني وده هو الفيلم ده هو الفيلم بعد كده لما تيجي تفسره بقى بكذا التفسير ان هو عن اللي حصل في ايرلندا ولا مش عارفين الحرب الاهليه والكلام ده ماشي دي سبويلر دي حرقه لا 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 لا, لا عادي عادي اوكي انه برده ليها دعوه بالتفسير نفس الحاجات برده اللي كولين فارل كان عاملها من فتره فيلم ذا لابستر انا في اول لما شفت فيلم ذا بانشز كنت فاكر ان هو نفس المخرج بتاع ذا لابستر بس طلع حاجه ثانيه دون هيورجس لانتيموس هاوفر بقى حاجه ثانيه عايز اضيفها ما بين فيلم بانشيز وما بين فيلم ذا نورثمان نورثمان مش فيلم اوسكاري تماما بالكرايتيرياز الجديده تماما فيلم مش اوسكاري بانشيز اوسكاري اكتر من نورثمان بس في حاجه لازم اقولها كده هو بانشيز ما كانش في القائمه بتاعتي اصلا من السنه دي من احسن الافلام لانه بصراحه ذا نورثمان كان انا حبيت نورثمان اكتر من بانشيز انا حبيت نورثمان جدا انا بس مستني نتكلم عليه عشان انطلق لان السبب بس الوحيد اللي خلاني ما احطش بانشيز ان النكته في وقت من الاوقات بتجيت اولد فانا نمت شويه صراحه وانا بتفرج عليه بس هو فيلم نتكلم عليه احسن ما نشوفه يعني لو انا ممكن اتفرج عليه عشان هنعمل كونفرسيشن حلوه ونقعد كده هتبقى متعته بالنسبه لي اكتر من متعه المشاهده نفسها ودي قيمه جميل وده فاليو بالظبط انا متفهم 100% انت ليه عجبك ومقتنع بحاجات كتير باللي انا عجبت نورثمان جدا على فكره محتار انا مش متحيز انا بقى نفسي بقى عشان انا ذا نورثمان انا برضو لسه شايفه بس انا عارف ذا بانشز يا جماعه ده كله يتقلب في جملتين موجودين في التريلر اه انا وانا بي فريندز وذ يو اني مور وبعد كده كان بتروح على باري كيون وهو بيقول له واتر يو 12 بس خلاص ده الفيلم كله يعني ايه باري كيون كان رهيب بس عشان كان الوقت تريفيا برضو كان معاه في The Killing of a Sacred Deer مع كولين فارل مع يورجوس لانتيموس وباري كيون ده هياكل الدنيا كلها لان انا معلش انا ما بكرهش تيموتي شالامي الواد ده 10 تيموتي شالامي مع كامل احترامي بس مش نفس الستار باور بتاع تيموتي شالامي للاسف نيبو بيبي اصلا تيموتي شالامي دوت وانا هقلب عليه قريب بس خليه دلوقتي على جنب انا لسه بحبه ومقتنع بيه طيب نورثمان انا عايز اتكلم على نورثمان لان انا لسه شايفه قريب وعجبني فشخ يعني الفيلم فعلا كان انا ما كنتش حاطط اكسبكتيشنز ليه قوي لان حسيت انه ممكن يبقى ممل شويه وتطويل ومش عارف ايه وبتاع بس الفيلم يا جماعه الفيلم رهيب انا كنت اتفرج عليه وانا عايز انام اصلا وكده بس الفيلم شدني جدا يعني انا لقيت كان في ناس بتتكلم بتقول لك ان هو مش فيلم اكشن يعني هو في حتت في النص ممله وفيها كلام شويه انا ما زهقتش بنكله انا اي حاجه بتحصل جوه كونفرسيشن حاجه بس بشويه حد بيفكر يعمل حاجه او بيعمل حاجه ده بالنسبه لي كان رهيب السينماتوجرافي اعتقد عنده فرصه كبيره جدا في السينماتوجرافي شكل الايديتنج بتاع الفيلم برضو مميز يعني تحس ان هو مش وان تيك بس هو متعمد يطول في المشاهد تحس انك بتلعب لعبه الطايه بتاعه الحربه اللي مسكها ورماها وبتاع دي ايديتنج اتشيفمنت انا مش فاهمه ده انا قعدت اجيبها فريم فريم دي رهيبه والكوريوغرافي يعني المشاهد الضرب وكده الكاميرا ما بتقطعش التقطيعات دي الكاميرا لما الدنيا شايف حاجه شايف الناس فين كلها مزيكا الموسيقى التصويريه رهيبه الاداء بتاع الكسندر نيكول كيدمان كانت جامده جدا ساحره شريره بنت لذينة هي مرعبه بس انا الفيلم نفسه عاجبني فيه انه عارف لما تتفرج على حاجه توصفها ان هي رو يعني حاجه يعني دي قصه ريفنج ستوري اللي انا عرفته ان شكسبير بنى عليها هاملت والحاجات دي كلها فهي تحس ان هي النسخه اللي هي الطبيعيه الخام بالظبط انا عايز هي كلمه
النسخه الخام من قصه الريفنج من غير اي تحليات بجد ما بيحليش اي حاجه اجلي دمويه مش ممكن ما تكونش ريوردنج في وقتها بس في سلو بيرن لحاجه هتحصل بعدين حاسه فانتسي كده تحس ومدخل فيه حاجات بالميثولوجي نفسها فيها بالبروفيسي اللي هو انت قدام هتعمل مش عارف ايه فهو يبليف وفي نفس الوقت برضو حسيت ان هو ما فرملش يعني ما قالش انه لا والله بس ده في عرفنا ده مش صح او ده ما ينفعش يتعمل دلوقتي لا هو ما عملش كده بس هيديها لك بهنت صغيرة انه الراجل ده على قد ما انت بتروت فورهم يلا ان شاء الله انت اللي تنتقم وتحصل على الفينجنس بتاعك بس في نفس الوقت حط لك حاجات اللي هو مش راجل كويس خالص وحط لك بلوت تويست من البلوت تويست انه ده اصلا ممكن ما يكونش على حق اساسا بس هو ما حطش ويت ان الراجل قاعد يفكر فيها كتير هو حطها ليك انت مش ليه هو عشان انت بعد كده تبتدي تفكر وتشوف هو كويس ولا وحش بس مش ليه هو وبالنسبه له doesn't matter خالص انا بالنسبه لي انا مكمل في اللي انا فيه دخل في حوار الريد اللي في الاول اللي على التاون الراجل ده مش كويس نيكول كيدمن لما كلمته وقالت له ابوك اصلا كنت شايف حاجه من البرسبكتيف بتاعك خالص فجاه كده اللي هو انت بالنسبه لك هي فيلن بس هي ممكن ما تكونش فيلن بس ده مش ليه هو هو توتر شويه بس عداها لما حب انيا تايلر جوي وممكن نكمل مع بعض وبتاع وسابها تحس يا عم ده انت ليه ما خلاص ما موف فورورد انا بحب الحته دي في كل الافلام اللي في الدنيا لما تقرب لي الخلاص خلاص الريديمشن على بعد سنتي وبعد كده الدارك سايد يسحبك بس يسحبك بالظبط عشان كده انا بموت في فيلم هيت اللي هو انا كل مره بتفرج على هيت والنبي دوس بنزين ويمشي انا ما شفتش هيت والله حسيت بالده هيت يا جماعة فاكرين يا جماعة هيت مرة اللي فات مكان وانت من ساعتها ما شفتوش برضه لا المرة اللي فاتت كان المرة اللي فاتت والله عارف انا بقيت عارف ان انت ما شفتش الفيلم تمام ماشي لا بس انا ذا نورثمان بالنسبه لي لو هنقارن الاثنين ببعض انا ذا نورثمان لا عايشني في حاله ولما خلصته قعدت افكر فيه وكان ريوردنج جدا وحسيت بحاجات كتير والسينماتوجرافي والتصوير لا كان فيلم فعلا رهيب كان اسكي سمثينج وسالك امتى اخر مره شفت فيلم زي ذا نورثمان مترشح للاوسكار جلاديتر زمان 2000 زمان جلاديتر 2000 ولا 2003 والله ما اعرف بس هو جلاديتر تقريبا 2000 امتى اخر مره شفت فيلم زي بانشيز مترشح للاوسكار كل سنه تقريبا هو برضو جاي هو هو برضو مشكلتنا ان هم جم في وش بعض بس انا ذا نورثمان بالنسبه لي لو سالت لي على فيلم كسكريبت وككتابه يعني كدايلوج حتى ما بين الناس والطريقه اللي بيتكلموا بيها كسينماتوجرافي كايديتنج ككل حاجه كل حاجه بالنسبه لي ذا نورثمان انا بالنسبه لي حاسه فيلم افضل بكتير بص هقول لك حاجه الثلاثه دول اللي تحت بعض كده في المباراه اللي جايه بينهم قاسم مشترك يضاعف فرصهم في الاوسكار مين شاطر يقول لي ايه هو انا للاسف ما شفتش الفيس بالظبط انا ما شفتش الفيس هو ده السبب اللي حصل ايه وايت ميل ليد not just that ده برضو بيتعامل مع اسطوره من جنس تاني وحاجات بطريقات فايتس كول وان كلهم بدري كلهم بعدوا عن الاتنشن ده ابن اللذينة علشان طبعا بطل وبرنس في اللعبه دي كلها محدش في الدنيا كل اسبوعين يطلع ينفخ الفيلم تاني ما بيسيبوش ينام لكن دول ناموا يعني هما رجعوا دلوقتي يفتكروا الجدع ما اعرفش ايه باتلر انا نسيت اسمه انت متخيل اوستن باتلر رجعوا تاني يستضيفوه في التونايت شوز والمعرفش ايه والكلام ده عشان يحطوه تاني في الكونتنشن بتاع الاوسكار لكن هو كان وقع من الذاكره خلاص بس كعيون هو ذا نورثمان 100% لان انا 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 يعني لما انا شفته انا لسه شايفه قريب بقول لك ما في حاسس ان هو اتنسى خلاص يعني اللي اتكلم عليه اتكلم عليه وبتاع واحنا اتكلمنا معاه وبتاع كده خلاص ذا نورثمان ده لو كان لسه نازل مثلا في البتاع دي كان ممكن يتعامل بطريقه مختلفه تماما حقيقي عشان كده شايف ان ده بانشيز لو ما بين الاثنين ده بانشيز يعني حاجه ثانيه تنوت عشان لحد اخرين عليه خلاص بانشيز هيتقدم بانشيز انا بالنسبه لي طبعا انا عجبني ذا نورثمان جدا ومن افضل افلام السنه بالنسبه لي برضو وعجبني فعلا جدا ومش قادر هايلايت ده بس باين عليا الحماس ولكن اعتقد بانشيز فرصه اكبر للاسف فان فاكت بقى لو ما بين خد من الفيس وانت طالع فوق كده كل الرصه دي حط الفلوس اللي عملوها مع بعض ما يجيبوش نص اللي توب جان عمله مبدئيا ترو مبدئيا ترو
انا عايز اقول لك حاجه. انا في احنا دلوقتي داخلين على المباراه بتاع احنا خلاص كسبنا ذا بانشيز. هنا المباراه ما بين الفيس وما بين توب جان مافريك. انا عايز اقول انا قلت دوت في حلقه التصنيف بتاعتي السنه دي السينمائيه تقييمها بالنسبه لكم ايه؟ ممتاز احساسها لطيفه لا لا كويسه يعني جدا فوق اي حاجه خالص شدتني شويه ناحيه كويس بس فوق الميد شويه يعني يعني احنا اقرب ان احنا انا بقول جيد لجيد جدا عن رايي الشخصي جيد جيد ماكسيمم بالنسبه والفيلم ده ليه الفضل في الكلام ده توب جان الراجل دوت هو اللي رجع الناس صح. للسينما صح. في ريليسز كتير ما كانتش هتشوف النور لولا الراجل ده او تحمس الناس انها تسيب البلاتفورمز وتنزل شويه تقعد في السينمات لولا الفيلم ده بأمان. 100% والتجربه بتاعه توب جان مافريك في السينما يعني يعني انا فاكر اول حاجه عملتها اول ما طلعت من السينما يا جماعه الحقوا الفيلم ده في السينما مش هقول لك اتفرج عليه حاول في السينما يعني انزل دلوقتي شوفه لان هو كان تجربه في السينما رهيبه باتشس اتشيفمنت ان سينماتوجرافي 100% توب جان هياخدها 100% بس اتشيفمنت ان سينماتوجرافي اوكي حاجه جديده الفكره التكنولوجي اللي هم مشيوا بيها سيبك من التكنولوجي اللي الافاتار عملها التكنولوجي اللي هم كبروا بيها اشتغلوا بيها ان هم يشيلوا السنسور من الكاميرات الاي ماكس يحطوا عشان يصغروا حجم الكاميرا اللي تحط على الطيارات ده حاجه تانية خالص ده حاجه تانية خالص اخترعوا لها جايزه بس عشان توب جن كان الفيلم اللي عمل الموضوع ده بعيد بقى عن التكنولوجيا الثانيه اللي افاتار عملها اللي طور بيها دي حاجه تانية نجيلها قدام بس اللي توب جن عمله في الحته دي يتميز فيها واكيد 100% هياخد ريكوجنيشن على الموضوع ده فتوب جن 100% هياخد اوسكارات هياخد اوسكارات هيترشح لاوسكارات لا هياخد اوسكارات طب واديتنج تكنيكال وايز لازم هياخد اوسكارات بس بيكتشر وايز مش عارف الدايفرسيتي جيم هم لعبوها بشكل حلو في توب جان شيك قوي بالظبط ما ذكروش الموضوع خالص اللي هو اذا في فيميل بايلز دلوقتي ولا حد يعني ما قارنوش ده باللي كان بيحصل في الفيلم الاولاني نزل في الثمانينات لا هو ذاتس ا ثينج دلوقتي وعدينا فيه واتعمل بشياكه زي ما انت قلت وماشي مفيش اي مشكله عملوا التشيك على الدايفرسيتي بوكس بس غير كده في اي بوكس ثانيه عملوا لها تشيك هو فيلم معمول يعني من اجل المتعه هو مش فارق معاه اي حاجه بالزبط. وفعلا هو فيلم يعني اعتقد احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان هو حتى اختياره في القصه ممكن ما يكونش ده انسب حاجه لفيلم عشان يتقال عليه ان هو فيلم مثلا قصته مميزه او مش عارف ايه بس هو خلاك مبسوط فهو لو خلاني مبسوط وعارف ان ده هيكمل معايا بعدين فانا احترم اللي هو انت بتختار التشويس مش عشان ده عجب الناس ولا ما عجبش الناس بس فكره انت متخيل الفيلم ده هو محطوط في سكيل عامل ازاي وفي سكوب عامل ازاي وانت عملته يعني 100% فتوب جان فيلم رهيب وحوار طبعا انه يعني انا ما شفتش توب جان الاولاني شفت شويه فيه بس ما كملتوش كنت عايز اشوفه قبل ما اشوف فيلم ما لحقتش بس توب جان الاولاني انا مش عارف احنا فين يعني انا مش عارف الطيارات فين وده فوق وده مين وماشيين ازاي وبتاع توب جان ان هو اصل الطيارات دي ما فيش فوق يعني كل الحاجات ما فيش فوق وتحت يعني عارف كل الحاجات مع بعض فان انت تعرف توصل لي الخطه اصلا فيجوالي ابقى متخيلها وعارف هم فين وعارف ده فين وده فين وده فين وعارف كل طياره ماشيه ازاي وكل الحاجات دي ده برده مش سهل عشان كده بقول برده فرصته فيلم اديتنج اكيد مرشح قوي كفيلم اديتنج توب جان تجربه في السينما رهيبه على فكره سيبك من ان الماتيريال بتاعت الفيلم نفسها ممكن تكون اوسكاريه ولا مش اوسكاريه الاوسكار بيموتوا في القصص اللي شبه كده يعني هقول لك حاجه يقال في دوائر كتير جدا ان رامي مالك كسب اوسكار احسن اكتر مش عشان البرفورمانس بتاعته في الفيلم ولكن علشان دوره في ان الفيلم ده يتعمل لان الفيلم ده كان برودكشن هل والمخرج اتغير مرتين ثلاثه والبطل اتغير مرتين ثلاثه وكوين اللي لسه الريميننج ممبرز بتاعه الباند كانوا حاطين مناخيرهم في كل حاجه بتتعمل وفي بيقول لك وظايف بالهبل ما كانتش هتكمل وناس بالهبل ما كانتش هتاكل عيش والوقت ساعتها كان حساس وكلام زي ده فبيقول لك ناس كتير بتتكلم على ان رامي مالك سيبك من ان هو عامل دور فريدي ميركوري هو تقريبا هو اللي اخرج الفيلم هو اللي انتجه يعني اللي هو عمله جوه الفيلم مش طبيعي عشان الفيلم ده يكمل وهوليود ريكوجنايز ده قوي بعيدا عن البرفورمانس نفسها عشان كده برضو الفيلم خد شويه تكريمات في كاتيجوريز غريبه من الايديتنج على سبيل المثال ده ما حدش مصدقها لغايه دلوقتي انا اصلا شفت حد كان بيتكلم على الايديتنج بالذات وان هو مش فضايح فتوب جان عنده الحدوته دي عنده حدوته الفيلم اللي دخل برودكشن في وقت صعب ورجع الناس السينما جعل الشباب يقرؤون فالحواديت ديت مهمه بس احنا مش عاوزين انا ما شفتش الفيس فانتوا انتوا بقى شوفوه الفيس في تقديري الشخصي افضل نص فيلم السنه دي افضل نص فيلم نصه الاول هو افضل نص فيلم السنه دي يعني أوكي. حط كل افلام السنه كده مع بعض نص الاحداث الاول بتاع الفيلم بتاعه
هو في تركيز قوي على فكره اسطوره إلفيس بريسلي طلعت منين ولما طلعت قيمتها بقت عامله ازاي، وبعد كده ركز في حدوته حياته هو بقى، سيبك من قيمته وسيبك من تاثيره وسيبك من الكلام ده كله، تعال نشوف الداون فول بتاعه. فصل الداون فول كويس بس مش زي الفصل الاولاني. الفصل الاولاني جاب بيرفورمانس ليه على المسرح اول مره طلع والبنات جرالها ايه لما شافوه، ينهر اسود انت وانت قاعد في السينما، لا انا بشوف حدث دلوقتي، انا اخيرا فهمت الاساطير اللي زي دي بتتبني ازاي او بتوصل للمكانه دي ازاي. الايديتنج، البرفورمانس، الساوند، الولا نفسه اوستن باتلر بالبرفورمانس بتاعته، الانرجي بتاع توم هانكس في النص الاولاني بتاع الفيلم بعيدا عن العجوز الشرير اللي بقى في النص الثاني من الفيلم، بس النص الثاني من الفيلم عادي قوي قوي. انا في الفيلم ألفيس دلوقتي انا فاكر بس بدايه الفيلم واحده واحده الفيلم بيروح، والاول بيرفورمانس بتاع ده وفكره ان الناس اللي بدات تشايتن ألفيس ان هو لا ده بيعمل حاجات وحشه في بناتنا وبناتنا ما ينفعش يتفرجوا، عجباني الحته دي. ما انا بحس دايما انه انا برضو تاني انا ما شفتوش بس بحس انه كان في حد بيتكلم على الموضوع ده قبل كده، كان بيقول لك انه الافلام البايوبيك بتقع في نقطه وده ممكن يكون بيرجعها ورا شويه، ان هي بتبقى هتحكي قصه حياه البني ادم من الاول للاخر، ده ممكن ما يكونش اصح حاجه، انت ممكن تحكي قصته بس تحكيها في ايفنت معين. يعني اعتقد فيلم اللي هو كان مايكل فاسبندر عامل فيه ستيف جوبز، انا ما شفتوش، ده غير المفهوم بتاع النارتيف كله. اه ما انا قصدي ان هو كومبيرد بجوبز مثلا، لا سيبك من حتى كده، بس انت بتحكي يعني انت ممكن تاخد ايفنت معين. يعني اقول لك على حاجه، فيلم فروست نيكسون، عارف فيلم فروست نيكسون انترفيو بس انت فهمت هو يعتبر بايوبيك يعني، ما يعني او ما اعرفش يعني، بس قصدي انت من الايفنت ده بنيت بقى الراجل ده كان فين وبتاع، والراجل اكتر من كده شويه، معلش انا كل شويه عمال ارجع له لان هو فعلا من الذين جبار. ده فيبلمنز طبعا، ده فيبلمنز عمل حاجه عملها فريدي ميركوري بوهيميان رابسودي، بس عملها صح عشان يعلمك هي بتتعمل ازاي. كانت من مشاكلي مع بوهيميان رابسودي ان هو حشر احداث كتير مع بعض في مشهد واحد. يعني هو الباند قبله وعلق على اسنانه وعمل تيست صوت وعمل معرفش مين دخل كل ده في واحده بس لحظه واحده، مش معقول. ولما انت عملتها بنت ان هي متسربعه في ده فيبلمنز، هو تخلى عن هويته وقرر ان هو يبيع كاميرته في نفس اللحظه اللي عمه اللي بيكرهه فيها اشترى له كاميرا رجعه تاني، مش معقول. بس شوف الارتستيك إليمنت بتاعها شكله عامل ازاي. okay. انا بعتها لما اشتريتها بعتها لي بالطريقه دي. نفس الموضوع في الحدوته بتاعت إلفيس، انت كان ممكن تكومباين حاجات كتير مع بعض وتحط فيها الارتستيك فاليو بتاعك وتنقل الدنيا بشكل احسن، ما تبقاش لسه عمال تكتل على ان عمل كذا وبعدين عمل كذا وبعدين عمل كذا. وبعدين انت لو فاميليير شويه مع حدوته إلفيس، انت عندك سر، يعني هو ازاي وصل انه بقى كده، ده سر. وعندك اسرار تانية، هو سرق المزيكا بتاعت السود ولا لا، لان ده اتهام كبير قوي قايم عليه. والفيلم على فكره دي بيركجنايز ذات، ودي بوكس حلو قوي، دي بتتشكل بوكس دوت قوي، ده من الذين لعبها حته لعبه. انت ما شفتش إلفيس؟ لا باشا، ده قال لك ده هو خدها منهم برضاهم، هما كانوا مبسوطين وكان عايش معاهم لانه كان واحد منهم اصلا. بدايه الفيلم حتى جامد وبينج هيز، ايوه اول مشهد ليه وهو عيل صغير وهو موجود في ومحدش منه محدش طلع بربع كلمه يعرض اللي اتقال في الفيلم، رغم ان البودكاستس والمقالات كانت هاريه الدنيا ان إلفيس ده فقاع ان ولا اي حاجه على الاطلاق، وسرق المزيكا بتاعته كلها. فده عنده حاجات وده عنده حاجات، ومش نفس الحاجات هنا نفس الحاجات هنا. هي برضو القرعه ساعات بتبقى ظلمه، بس من اللي انتوا بتقولوه من اللي انتوا بتقولوه اعتقد برضو اللي هيكمل حتى ويبقى فرصه اكبر اعتقد ممكن إلفيس. يعني ثانيه واحده سيريسلي اشوف حاجه. هو صراحه اقول لك ليه دلوقتي، 1-2 إلفيس اوسكاري اكتر من توب جان، بس انا عايز توب جان هو اللي يتقدم. انا توب جان هو توب جان هيترشح، بس هل توب جان هيترشح بيست بيكتشر؟ هيترشح بيست ماشي توب جان، وإلفيس هيترشح. هو في الاغلب الاثنين هيترشح، بس لعبوا ضربات ترجيح. بس انا تيم توب جان بصراحه. طيب يا جماعه توب جان تاكل انا توب جان حقيقي. انت كفوتنج ممبر اوف ذا اكاديمي مش عايز تبقى الواحد اللي ما حطش توب جان. لا توم كروز لو شم خبر خلى الناس تشتغل. بس انا يعني انا برضو جوايا حته بتقول ان إلفيس ممكن يكمل، بس انا برضو مش يعني انا عشان قيمه توب جان ليا برضو مش قادر احط إلفيس، غير ان انا ما شفتوش، بس انا مش عارف ما احطش توب جان. بس إلفيس برضو بس اعتقد فرصه كبيره. ما علينا، اخر حاجه مين اخر حاجه؟ اخر مواجهه في دور 16 افاتار واي اوف ذا ووتر قدام تراينجل اوف سادنس.
افاتار ذا واي اوف ووتر هو اللي ترشح. انا شفت افاتار وما شفتش ترانجل اوف سادنس. انا شفت ترانجل اوف سادنس وانت شفت ممكن نتكلم. طيب يبقى انتوا شفتوا. يبقى انت تتكلم عن ترانجل اوف سادنس ماشي وبعدين انت تحكم لنا ما بين الاثنين لان افاتار ما فيهوش حاجه جديده. طيب عايز تبتدي عن ترانجل اوف سادنس وانا هو ترانجل اوف سادنس عجبني جدا الفيلم. اظن دي مش حلقه قوي في برضو نفس حوار التقسيمه هو يعني ممكن ثلاث افلام في فيلم تمام ازت ممكن شهر اي بس هو نفس القصه يعني نفس القصه في حاجات كتيره في الفيلم ده اللي هو انت هتقعد كده هو تبتسم من الحاجه اللي بيستعبطوا عليها وتنبسط. هوفر مهرجاني جدا بياخد وقته زياده في بعض الاماكن بياخد وقته زياده يعني ادي المسمار وادي الشاكوش وعمال بيض خلاص انا فهمت عمال بي والله العظيم فهمت النقطه اللي انت عايز تعملها عمال اتس نوت فاني اني مور. فالحته دي هي اللي بتضايقني هي اللي طولت شويه في الفيلم ولكن دي مفهومه الفيلم مهرجاني زياده تمام. ما ينفعش نكون قاعدين واحنا لسه مكملين في النقاش وجيمس كاميرون يكون نازل بالفيلم وما تقولش ان هو هيروح بس بيكتشر موضوع واضح مفيش نقاش يعني. فيلم ترانجل اوف سادنس لذيذ حلو وكل حاجه بس مش فرصته مش هتكون اعلى من فيلم افاتار. وكبوكسز تمام ترانجل اوف سادنس في بعض البوكسز اللذيذه بس برضه افاتار فيه بوكسز حلوه. طب هو ما بين الافلام الاجنبيه يا جماعه احنا عندنا ار 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 عندنا ترانجل اوف سادنس عندنا ويسترن فرونت عندنا برضو لو كنت شفتوه مرشح المكسيك على قد ما انا فاهم عندنا ارجنتينا 1985 ارجنتينا مين اللي غالبا هيكسب الكوري الفيلم الكوري ديسيجن تو ليف كان نفسي اشوفه بس انا بجد انا عايز اتفرج عليه بقى الكلام اللي عنه كتير وانا كمان نفسي نفس الكلام نفس الانرجي بتاعت الكلام اللي كان بيجي على باراسايت. حضراتكم عارفين انا ما بايرتش لما بيحصل ايه يعني ولما دخلت عشان افكر قرنت الافلام ديت اسعارها بقت مش معقوله يعني انت قلت لي فيلم ايه كان ترينجل اوف سادنس تقريبا قال لي اجره ب 450 جنيه ايه يا جدع ايه يا عم حبيبي انا عاوز اجره مش اساهم في انتاجه الفيلم اتعمل خلاص لا وتاجره مش تشتريه ب 450 هجيبه عشان اتفرج عليه. طيب انا ترينجل اوف سادنس بدايته عجبتني جدا عجبني برضو حاجات هو برضو بيتكلم في حاجات كتير بيتكلم في حاجات ليها علاقه بالجندر رولز بالكوميونيزم فيرسز كابيتاليزم بس دي بقى يعني مش عايز اقطع كلامك الحته النقاش اللي عملوه في اول الفيلم كان لذيذ حلو جدا بعد كده الموضوع كان دايركت الثاني كان اللي هو بجد اللي هو بياكلها لك بالمعلقه مسرحيه سكه السلامه بالظبط يعني بياكلها لك بالمعلقه زياده بص فهو بدايته اولا كان في كونفرسيشن ليها علاقه بالجندر رولز تبان يعني المشهد طول هو الفيلم ده عامه يعني هو ساعتين ونص هو كان ممكن يبقى ساعتين عادي جدا وهيدليفر كل حاجه مفيش اي حاجه تانية بس هو فعلا واخد وقته كتير. الايديتنج عجبني برضو حتى لو هو مطول شويه بس طريقه الايديتنج نفسها عجباني. السينماتوجرافي بسيطه بس حلوه كفريمينج الدنيا لذيذه حركه الكاميرا ما فيهاش افواره تحس كده عارف كونفرسيشنز ناس بيتكلموا مع بعض على ترابيزه وبتاع كونفرسيشن جوينج سموثلي فده بالنسبه لي تمام. انا فاهم ده نفس الراجل اللي اخرج ده سكوير صح مش عارف بس كان قصدي انه تكنيكال سادنس مرشح سويسرا صح هو الفكره الفيلم الناطق بالانجليزيه فانا ما اعرفش هو ايه بس هو اوروبي ودي هاريسون كان فيه وهو يعني هو ينفع يتحط في نفس الجمله مع باراسايت ولا دي هرطقه علميه ده لا خالص لا هو ترينجل اوف سادنس يعني اتس ا كوميدي يعتبر اتس ا كوميدي بس انا مش عايز احرقه لك بس عشان ما تبقاش مش عايزك تكسبكت حاجه. هو الفكره ان هو في اوله ولد موديل ومصاحب بنت تانية موديل بيدور ما بينهم كونفرسيشن على فكره الفلوس ما احنا شغالين نفس الشغلانه وبتاع وجندر رولز وعايزنا نبقى ايكوال وبتاع على الشيب اللي بيروحوها كلام برضو في ناس اغنيه في ناس مش كلام كله ماشي في السكه دي وبعد كده في ايفنت بيحصل الرولز دي بتتغير وهكذا اوكي فهو كتوبكس برضو ريليفنت هو معلم على حاجات كتير والسوشياليزم وحاجات شبه برضو الحاجات اللي علم عليها باراسايت في الجزئيه دي مش كفيلم بس قصدي ان في حاجات معينه مفهومه فحاسس ان هو لو هيترشح علشان شويه الحاجات دي كومبيرد بافاتار انا للاسف ما شفتش افاتار بس افاتار يا جماعه جيمس كاميرون برضو لا يعني بس احنا بنفترض ان هم بنفترض ان هم في الاكاديمي حاطين الاثنين دول قدام بعض طبعا هقول لك حاجه افاتار بتاع السنه دي ترشح خلاص اوكي اللي هو توب جان مافريك
عيب عيب. لا لا كمان بص كمان. لا اصلا انا فاكر انا كنت موجود ساعه افاتار الاولاني لما ترشح للاوسكار، والتوك اللي كان حواليه شبه التوك اللي على توب جان مافريك السنه دي. تمام. انا عايز اقول لك مساهمته في الاندستري شكلها عامل ازاي بالظبط، ما هو ايه الانفلونس بتاعه شكله عامل ازاي. افاتار ده افاتار نازل بقاله شهر اوريدي عمل فلوس اكتر من توب جان مافريك. اي دو اندرستاند، بس ده عشان ده افاتار فورمولا ماشي. بس بس اللي ليه فضل حقيقي على الاندستري السنه دي مش افاتار، توب جان. انا مع ده تمام، في شيء مشكله شكين. بس برضه اتس افاتار جيمس كاميرون. هو اوريدي خد اللي هو المفروض ياخده، مش هيبقى له تاني. انا اصلا بقول انا وجهه نظري افاتار واي اوف ذا ووتر دوت مش رهان جيمس كاميرون. رهان جيمس كاميرون الفيلم الجاي ماشي، ده كل شغلته في الحياه ان هو يفكرهم بالناس ويقول لهم انا جيمس كاميرون يا ولاد اللي ما اعرفش مين. بس فبعد كده ما تهرموش ضدي. جميل جدا. بس في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، انت دلوقتي قاعدين بالاوسكار ما بين دول. اه بس الصراحه يعني انا هين عليا، انا مش هعملها او مش عايز اعملها. انت سنه تاخد لك لو انا هين عليا اطلع الاثنين واخرب ده بصراحه. بس مش هعملها لما انا دوت، عشان حتى الماتش هيتكرر. بص هو تريانجل اوف سادنس كده كده مرشح فورن فيلم اكيد. يعني انا صراحه مش عارف، انا تاني هو في الشورت ليست يتهيأ. اعتقد هو الافلام الانترناشونال ليها شورت ليست غالبا 15 فيلم. اوكي. يتهيأ لي هو فيه. هو كده كده كان في سان دانس اعتقد، وكان ماشي كويس، وعليه كلام كويس والناس بتتكلم عليه، فاعتقد ان هو مشاهده ممتعه. مشاهد هو يعني لطيف. ال 15 فيلم فيهم فيلم مغربي على فكره، ووشوش جديده جدا في تراجل اوف سادنس. الولد اللي كان فيه اللي هو شفت فيلم ذا كينجز مان اللي هو البريكول، فاكر الولد ابن راف ريف فاينز اللي هو راح الحرب وبتاع. يس يس هو يس. هو ده البطل بتاعه. وفي ناس تانية ما انت ما تعرفهاش كويس، وهي الى حد ما فكره ان هم وجوه جديده برضو مديه حلاوه يعني. الناس دي انا مش عارف مين دول ومش عارف ايه ما عدا وودي هارسون بيدخل بيقول سلام عليكم. بالظبط. ترينجل اوف سادنس بالنسبه لي برضو كان فيلم كويس. يعني انا متوقع ان الفيلم الاجنبي اللي هيترشح هو اللي هيكسب، فلو الناس كلها بتراهن على ديسيجن تو ليف يبقى غالبا ده مش هيوصل للايمن. افاتار اطلع افاتار. يس سير. أبيس أوف تريفيا على الانترناشنال كاتيجوري بسرعة، زي ما قلت لكم المغرب ليها فيلم في الخمستاشر. فإت جاست سو هابنز إن المغرب السنة دي سيمي فاينالست كاس عالم وأوسكارز، والأرجنتين عندها فيلم في الخمستاشر مرشح إن هو يكسب. فلو أرجنتينا 1985 كسب الأوسكار السنة دي، يبقى في نفس السنة الأرجنتين كسبت الأوسكار وكسبت كاس العالم. جامد كده. دور الثمانية بناء بقى على اللعبه. فاحنا بنقترح ان الثمان اسماء دول لازم هيترشحوا. المفروض وندعوكم للتحفيل علينا زي ما انتوا عايزين طالما احنا بنجاوب. ادي اللي يعني انا لسه لاخر لحظه، في يعني الفيس وترينجل اوف سادنس لسه عارف ايديا يعني. بس خلاص اللي حصل والناس هتحفل علينا ونتيكت لايك كمان خلصنا. مشكله بس انا دي ميزه ان احنا بنلعب لستة كارد مش لستة تاريخيه. الميه هتكدب الغطاس. هنبدا التمانية. نعلن التمانية الأول عشان الناس تاخد حقها معنا. طار، The Menu، The Fablemans، Everything Everywhere All at Once، After Sun، Banshees of Inisherin، Top Gun Maverick، Avatar Way of the Water. هيلعبوا بعض. ننتقل الآن لمنافسات دور التمانية. والمنافسة الأولى يعني احنا خلاص احنا قلنا دول تقريبا اللي يعني اللعبة وصلتنا ان هم المرشحين ان هم يترشحوا للأوسكار. اللي فاضل هيوصلنا للي هيكسب الاوسكار. اورايت. اللي طبعا احتمال كبير يكون من الافلام اللي احنا استبعدناهم اصلا. بس على فكره للامانه يعني بعيدا عن ديسيجن تو ليف، وديسيجن تو ليف مش ناخد واخد نفس الهايب بتاع باراسايت، مش لدرجه انه يكسب افضل فيلم في الاوسكار. ذا ويل تقييماته مش حلو يعني. ذا ويل التحميل الاكبر اللي عليه على الاداء بتاع بريندن فريجر، هو اصلا الموضوع يعتبر منتهي الناس كلها بتقول. نفس الموضوع بابلون التقييمه بتاعته مش حلو. الفيلمين على روتين توميتوز من ريفيوز بتاعتهم ما عدوش 70% او يا دوب عدوا 70% حاجه زي كده. فاحنا مش بعيد قوي يعني. رايت. اوكي. المباراه الاولى طار يقابل دمانيو. جميل. احنا من خبرتنا في اللعبه ديت دايما بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما دور ال 16 بيخلص بسرعه والباقي بنقعد نهري فيه كتير، يا اما العكس. المره دي دور ال 16 خد وقت بس دي هنمشي بسرعه. متوقع ماشي بصراحه. خلينا اقول لكم حاجه على فيلم طار، ما اظنش ان دي ممكن تبوظ عليكم الفيلم، لان صناع الفيلم ذات نفسهم عملوها. في كليب من الفيلم اوفيشال منزلينه على اليوتيوب. حلو. ده مش سبويلر لحد ما تتفرجش على الفيلم. ربما حاجه زي كده تديكم فيل اكتر للثقه في النفس اللي موجوده عند الناس اللي عملوا الفيلم ده. اذا بتبدا الفيلم، السلام عليكم، مبدئيا باللوجوهات بالاوبننج كريدت مش عارف مين، انت بتقعد 5 دقائق لحد لما الفيلم يبدا. 5 دقائق ولسه ما فيش فيلم. تمام. نبدا. دي حاجه بتضايقني. تمام. مش عارف بس دي حاجه بتضايقني في البدايه. السلام عليكم. 5 دقائق. بعد كده يا معلم 15 دقيقه
اكسبوزيشن 15 دقيقه في اكسبوزيشن دمب بتترمي عليك. انت قاعد 15 دقيقه شايف اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا بنسجل حلقه على اليوتيوب. تخيل ان فيلم يبدا ب 15 دقيقه نقاش بس، كاميرا هنا كاميرا هنا كاميرا هنا كاميرا هنا كاميرا هنا كاميرا هنا، مده 10 دقائق 15 دقيقه في البداية. في افلام بدات كده كانت حلوه. جميل ده سوشيال نتورك اوله 10 دقائق جميل. بس شفت بقى اللي حصل ده، خد منه كتير في الفيلم. اوكي خد منه كتير في الفيلم، ودي من الحاجات اللي انا عندي ايه يعني تحفظ عليها الفيلم طار. فعشان كده فيلم طار مش الكاب اوف تي لاي حد هيتفرج عليه. ايوه في ناس هتتعلق بالديالوج التقيل اللي موجود في الفيلم، في ناس كده هتتعلق بقد ايه كيت بلانشيت واخده الشخصيه كده. وفي المشهد اللي انا اتكلمت عليه من شويه اللي هو المشهد ده متاكد ان هو هيعاد استخدامه، ان هو مشهد عظيم جدا جاي في بدايات الفيلم برضو. ولكن ده الفايب اللي انت تاخده. وانا كان الشخص اللي اتفرج على طار في القعده دي في المهرجان لازم اقول لكم الموضوع عشان دي مهرجان كوتينيل للافلام المستقبليه كده اللي بيؤهل جوائز البوكس خلاص اتفقنا. فبس انتوا لازم يكون عندكم الخلفيه دي برضه، تليفون لوجو دي حاجه لازم تكون في الخلفيه موجوده عندكم للفيلم او طار، مش بان انتندد تمام. بس فده لما تحط قدام فيلم ده مانيو ها فاهمين الفايب؟ لا ده مينيو يعني حتى وهو فيه في الاول فصل اكسبوزيشن، بس هو اكسبوزيشن بالاداه الكلاسيكيه الجميله، واحد عارف بيحكي لواحد مش عارف. فانا قبلتها ما قبلتش مشكله في ان انا ابلعها يعني. تمام. لايف اوف باي كان كده مثلا، حد بيحكي انتوا قصدكم دايما بيعملوا كده، دايما بيجيب واحد ما يعرفش وواحد يعرف، واللي يعرف بيحكي للي ما يعرفش. صعب صعب ان انا اوصل لكم، لازم تكونوا اتفرجتوا عليه. هو مش كده اللي انا عايز اقوله يعني، نوينج وات اي نو ما بين طار وذا مينيو، طار عنده فرصه اكبر. اوكي انا حاسس كده لان انا عارف مشاكل ذا مينيو. دايما ذا مينيو ومش عايز ما اعرفش اصلا، انا سمعت ذا مينيو مع وقت ترينجل اوف سادنس، فبالنسبه لي هما الاثنين كانوا لوكش حتى شويه يعني، اتفرجت عليهم ورا بعض. بس ذا مينيو اضعف شويه، اضعف شويتين من ترينجل اوف سادنس كفيلم فعلا يكمل يعني. يعني انا بفكر فيه ان هو ممكن يكون فيلم مش عايز اقول كوميرشال، بس هو ممكن يكون خد ال يعني هو التوصيف بتاعه هو اويل ميتشيز برجر بالظبط. ما هو عشان هو في الكاتيجوري دي برضو، فدي حاجه مش مدياله يعني ثقل يعني اكتر اوسكاري اكتر طار بلا منازع اعتقد. بلا منازع. احنا كده خلي بالكوا احنا مش بنتكلم على مين هيترشح، خلاص كله مين هيكسب. احنا دلوقتي بنتكلم مين هيكسب. طار يعني طار لو قدام ده مينيو يكسب بالراحه اي اجري مع انه مش المفضل عندي، مع ان انا افضل فيلم ذا مينيو عن طار، بس اوسكار وايز احنا في الاخر خالص كل واحد يختار فيلم بالنسبه له فيلم المفضل او فيلمين كده. انا فيلم المفضل ايفريثينج ايفريوير. سبيكينج اوف دي هنزعل من بعض، دي واحده دي واحده ماشيه، ده مش عدل، ده مش عدل خالص. والله في الاوسكار اللي بيكسب افضل بيكتشر هو فيلم واحد، فمعلش اللي فات ما كانش عدل، لا من هنا احنا بقينا عدل خلاص، دول لازم هيواجهوا بعض. ذا فيبلمنز ضد ايفريثينج ايفريوير. انا هفضل فيبلمنز بمعايير الاوسكار. طب معايير الاوسكار ده ستيفن سبيلبرغ صح، بس خد بالك ان هيتنقل النقله اللي بعدها هيدخل قدام جيمس كاميرون. ايفريثينج ايفريوير هياخد ترشيحات ثانيه، حاجات تكنيكال كتير، وممكن في البرفورمنسز ياخد ترشيحات سبورتنج وليد كمان. لهوي بس لو جه من ورا كده اندر دوج ويكسب البست بيكتشر اوف، ما اعتقدش يعملوها لو تحصل. هو احنا بينا وبين باراسايت كام فيلم؟ فيلم واحد باراسايت كودا ده صح ولا في باراسايت كودا؟ لا باراسايت، لا نوماد لاند اسمها نوماد لاند ولا نوماد يس مش فاكر. يبقى باراسايت نوماد لاند كودا ده صح، فيلمين مش يعني اجواءهم اسيويين يكسبوا في ظرف 5 سنين. بس هو ده مش فيلم كوري اي اندرستاند. ايوه بس انت تحس ان احنا في برنامج الكابيتانو، عارف العيال الصغار مش لازم حد فيكم يمشي. لا انا فيبلمنز اوسكاري جدا، اوسكاري بشكل مش وايفريثينج اول ايفريثينج ايفريوير اول ات وانس. لما تفكر فيها برضو هو مترجم الحاجات بس مترجمها بطريقه فان شويه برضو يعني. هو في حاجات هو 100% ترشح، هو مفيش حد ما اتكلمش عليه. تعالوا نتكلم دلوقتي ماتيريال اللي يكسب. اللي يكسب فيبلمنز. ده فيبلمنز واخد نفسه بجديه اكتر شويه برضو يعني. ايفريثينج ايفريوير اول ات وانس احنا بنهزر شويه. لا بس فيبلمنز بيهزر برضو. تسمح معايا في حاجه وما اعرفش تضايقكم ولا ما تضايقكوش، ذا فيبلمنز نوت ا سنجل دال مومنت، ما فيهوش لحظه زهقت. فصل ايفريوير هنا زهقني شويه، دراجت شويتين، الانتقال اربكني حلوه.
everything هنا انا ما شفتش زيه في الدنيا. ناو انا متاكد ان انت ما شفتش فيلم طار. لو انت زهقت لمده شويه في فيلم everything انا متوقع ان انا لو شفت طار بناء على وصفك ان انا هزهق. بس هو ما زهقش من بنشز. انت ممكن تحبه. بنشز بيضحك. There's a difference. بس برضو slow paced لما نوصل له هنتخانق لما نروح له. طيب انا 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 لو يعني طيب ما اعرفش ده برضو حاجه تتاخد في الحسبان ولا لا. بس الجولدن جلوبز فيبلمنز هو اللي كسب. هل دايما مش دايما لغايه فتره قريبه كان بيقول لك ما دام يعني كان دايما في معادله عمرها ما اخترقت كانت ما بين الكريتكس اووردز باين والجولدن جلوبز وحاجه كمان لو حاجه اتوجدت في الثلاثه يبقى موجوده في الاوسكار. بس بقالها بتاع 4-5 سنين ما بقتش حقيقي خلاص انيمور. اتصور من ساعه نوكتورنال انيمالز لان نوكتورنال انيمالز رشحوا في السبورتنج ارن تايلر جونسون في الاوسكار رشحوا مايكل شانون او حاجه زي كده يعني التقليد اتضرب. أيوة ومن أيوة ساعتها ما ثبتش خلاص. واصلا هم دلوقتي كلهم بيتعاملوا مع الجولدن جلوبز على انها اضحوكه يعني بقتش بتاخد جد خلاص. ده جولدن جلوبز ما كسبتش بريندن فريجر على قد ما انا فاهم بس هو عنده مشكله معاها عشان عنده مشكله معاها. فزي ما بقول لك كده في رواسب وفي حاجات وكلام زي ده. طيب انا من دول شفتوا يا جماعه يعني علشان بقول لكم احنا بنلعب لعبه وبنحط حاجات قصاد بعض يا جدعان ولا حتى الاوردز ديت منزهه عن الكلام ده. يعني في واحد عنده مشكله مع البتاع استثنوه يعني خلاص. انا everything everywhere all at once انا فاكر لما اتفرجت عليه انا كنت عامل ازاي وفاكر يعني حاجات مهمه جدا فيه وفاكر ولغايه دلوقتي انا مقتنع ان هو بالنسبه لي هو افضل فيلم في السنه. بس انا ميال اكتر لناحيه ذا فيبلمنز. ما انا فيبلمنز تو وين ذا فيبلمنز مع بعض بس ذا فيلم بالظبط. يعني لو مثلا كانت الاوسكارز احنا الاثنين دول اللي واصلين فاينل مع بعض هختار حاجه فيهم اعتقد هم هيبقوا ميالين ان هم يختاروا ذا فيبلمنز وده ممكن يرادوه ان هو يدوا له حاجات ثانيه بالظبط. لكن ده مش هينفع ما يدوا له حاجات ثانيه. بس ده بالظبط فاهم قصدي. ففيبلمنز فيبلمنز برضو ويستاهل يعني مش وي كانت سي خلوا بالكوا اسمه ايه ستيفن سبيلبرج حاجه اسمها عضو مجلس محافظين في الاوسكار او كلام زي ده اللي هم الخمسه سته الكبار اللي بيديكتيتوا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش وكلام زي ده. اورايت ننتقل للجانب الاخر افتر سان وبانشيز. بانشيز سهله قوي. بانشيز اصل انا فكره افتر سان فعلا ما اعرفش عنه حاجات كتير. في ثلاث افلام هنا ممكن نقربهم من بعض تمام بس في واحد منهم طلع تريانجل اوف سادنس افتر سن طار. الثلاث افلام دول يعني في نفس الحاره تمام في نفس الحاره. افضلهم بالنسبه لي ترانجل اوف سادنس بس اكثرهم اوسكاريه طار. بس فانا بقول بانشيز على طول يتقدم بلا نقاش. ماشي اجريد ماشي لان هو كده كده ممكن يترشح بيست اوريجينال. هو اوريجينال سكرين بلاي تالي اوريجينال سكرين وهو كسب بيست اوريجينال سكرين بلاي في الجولدن جلوبز ككوميدي. لا بيست على حاجه بانشيز بيست على حاجه في اي ثينك ان انا شفت فيديو او قريت ان هو كان فيه يعني ان اولد ستوري ان دي قصه موجوده عامه. هو ايا كان هو اوريجينال او ادابتد بس هو ممكن يترشح من الحته دي جدا كده كده فده ممكن يديله برده بوش يقربه اكتر للبيست بيكتشر. برده دي حاجه ممكن نزق بيها شويه. افتر سان فيلم لذيذ. افتر سان فيلم حلو فيلم لذيذ بس مش لكل الكل. تريانجل اوف سادنس اللي لسه خارج برده يعني اتفرجوا على تريانجل اوف سادنس. ماشي بس بانشيز اوسكاري اكتر. فاضل توب جان وافاتار. انا قاعد بفكر ان ريتروسبكت لو هم فعلا في فاينل فور اعتقد ممكن الفيس يكون وسطهم ما اعرفش. بس المشكله ان هو جه قدام الفيس التحدي الكبير بتاعه تحدي الزمن. الاوسكارز لو كانت في شهر 6 كان ممكن يكسب مش يترشح يكسب لكن هو وسقط من البتاع نقطه الزمن اللي انت بتتكلم عليها. نقطه افطار نازل امتى لسه بس الناس لسه بتتكلم على توم جان لغايه دلوقتي. ما انا بقول لك ده توم كروز يا بيه يعني لو هتخلي الباور قصاد ستيفن سبيلبرج وعلى فكره ده شكله اللي هيحصل يعني تواجه الباور بتاع توم كروز ده صراع تنينين كبار قوي بعيدا عن السينما كلها. يعني كلمتي قصاد كلمتك ده موال يعني. بس انا عايز اقول حاجه هو افاتار ده مش باكلاش بس كان في شويه كلام مش كبير بس فكره برضو ايه كلتشر ابروبريشن اللي هو ده على الجزء الاول انت واخد ولا وكان هنا برضو كان بيتكلموا على بتاع نفس الباكلاش اللي جه بتاع البوكاهانت ستوري وبتاع والكلام. لا لا مش بوكاهانتس على فكره لا يعني اكتر على انت واخد كلتشر بتاعت بقى قبائل تانية حاجات يعني سكه تانية خالص غير بوكاهانت غير الوايت سيفير. فاهم بس, بس مش عارف. اي باكلاش كنت انا متوقع ان هو يروح ناحيه افاتار مفيش حاجه منه جت خالص بالعكس. اي حد ممكن يبقى ملموم اتفرج على فيلم كبير اتفرج يعني. على فيلم افاتار لما بتطلع منه انت لا بتفهم ان القصه بجد رقم الخلخانه رقم 10
القصه اللي بتتحكي في افاتار هي في الخانه رقم 10. تقديرك الشخصي انهي في قصته افضل، افاتار الثاني ولا الاولاني؟ إيه انا ما شفتش الثاني بس الاولاني كان الباشا تلميذ مع كامل احترامي والله لازم في ربط رهيب ما بين الباشا تلميذ والتاني هو، وبرضو انا كنت عامل فيديو بتاعنا اتغيرت عشانك وبتاعت اي تريستد يو جنب بعض. بص يعني لا صراحه تبي اونست كقصه، وبرضو افلام افاتار ما لهاش دعوه بالقصه بس كقصه افاتار الاول قصته اقوى. دلوقتي لما اقعد افكر فيها تاني افاتار الاول قصته اقوى، لان القصه في بتاعت الفيلم التاني كان فيها سنه كسل شويه كتير، فاهمني؟ مش فاهم انت اللي هو يعني في افاتار الاولاني قال لك يعني عشان احنا نحترمكم شويه الميجافن او الحاجه اللي جينا الانبتينيوم اللي هو يعني شويه افرت بالله عليك حط شويه الانبتينيوم. الانبتينيوم بقى بتاع الجزء الثاني بيجي في مشهد واحد وبعد كده ما بيطلعش ثاني، اللي هو مش عايز احرق، مش عايز اعمل انت فاهم انا بتكلم على ايه. بيطلع في نص مشهد كده هو كده بس ده مش كل حاجه في الفيلم بالظبط، كل حاجه في القصه. وانا متاكد وانا مختلف معاك، انا شايف ان القصه الثانيه احسن. ايه ده بجد؟ مليانه بلاوي اكيد يعني زي الاولاني، بس حاسس ان يعني متعوب فيها. انا اللي عجبني ان القصه في الفيلم الثاني اخذت باك سيت اكتر، اللي هو لا ما تركزوش عليها زياده، خلينا بس دلوقتي نحكي قصه العالم ذات نفسه بتاع باندورا. حلو، مين في دول بقى؟ افاتار. انا اقول افاتار. انا بقول توب جان. عندك انت انا اوسكاري. اوسكاري اوسكار انت السوين. فيلم ليه طابع الاوسكار. طيب فيلم تضمن ما تتخضش لما تقول ان هو ده ترشح للبست بيكتشر. هو كسب البست بيكتشر. تخيل كده راجل ما اعرفش مين بقى اللي هيمسك الورقه ويقول بس لك بس هو بيني وبينكم هو ما فيش واحد من دول يكسب يعني، برضو صعبه شويه والله. لو الماتش ما بينهم يعني من دول ما يعني حاسس ان هما الاثنين برضو يعني مثلا لو شايف انت عندك هو افاتار انت اللي هتعمل القرار ماشي. فما على طول اصلا انا هختار يعني انا بس انا مش عايز انسى توب جان. ما هو برضو توب جان نازل من فتره، الهايب بتقل بس انت اكنك بتوثق كده جواك توب جان ده كان عامل ازاي لما نزل، والناس عملت ايه في السينما اول ما نزل، دي برضو حاجه بتتاخد في الحسبان. افاتار برضو حاجه تحسب له انه افاتار الاولاني برضو كان نقله رهيبه فشخ في كل حاجه، فهو ممكن ياخد من السكسس ده شويه امتداد لي والناس تابريشيته اكتر. مش عارف، خلينا متفقين ان الجوائز الاوسكار الحاجات التكنيكال مش هتطلع بره الاثنين دول، الحاجات التكنيكال هتروح للاثنين دول. توب جان ممكن يكون عنده شاط في حاجات ارتستيك شويه اكتر من افاتار. انا بكلم حاجات تكنيكال. طب انا اقول لكم بلاش يعني، لا مش هكلم كور تكنيكال يعني اديتنج سينماتوجرافي. يتهيالي توب جان عنده سي جي اي افاتار اكيد كسبان يعني. لا هيترشح، انا شايف ان ايفريثينج ايفري وورد هيكس. هي بتبقى بصراحه تبقى وحشه قوي في حقهم. انا متصور ان الناس هتقف قصاد الاصل. بص السي جي اي دي مش مسابقه فيلم، دي مسابقه عرفت توظفها ازاي، بيهايند ذا سينز عرفت تستعرضها ازاي. يعني انا فاكر كويس قوي السنه بتاعت كوبو اند تو سترينجز اللي رشح الفيلم ان هو يخش فيجوال افكتس، رغم ان هو فيلم انيميشن اساسا، انه في الكريدتس بتاعته عملوا مشهد ميكنج. عملوا مشهد ميكنج بتاع التلسكال بتتحرك، وجابوا يعني ايه ستوب موشن ويعني ايه كليميشن وشكل الادوات اللي كانت موجوده عامله ازاي، وسوق لنفسه احسن يعني. فهو حط نفسه في كاتيجوري مش بتاعه اصلا وعرف يسناب حاجه طلع بنومينيشن. ذس از هيوج. فانا شايف ان ده دلوقتي دي المعركه دلوقتي، مين فيهم قدم ريلز بيهايند ذا سين تسبورت الكيسه اكتر. انا شايف ان ايفريثينج ايفريوير من قبل ما الفيلم يطلع وهو بيسوق لدي احنا خمسه بس اشتغلوا على السي جي اي بودجت المشاهد بتاعت البتاع ديت، ده راجل مسك بالكاميرا وطلع يجري في الشارع وراح جايبها. لا 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 حاجه ثانيه، رجع الاندستري لاصلها بالظبط. جيمس كاميرون قاعد دلوقتي يقول لك بص البول ده انا كنت بخلي بتوع يعوموا تحت الميه ويطلعوا فوق الميه، يقول لك بس احنا معناش تمن الميه اللي انت بنيت بيها البول. بس خلي بالك برضو يعني هو افاتار امتداد للي فات يعني، الموشن كابشر وبتاع في حاجات كتير كومن، فمش حاجه جديده يعني. لا لعب على موضوع الاندر. انت سمعت؟ لا انا سمعت الحوار وعارف. وكيت وينس ما اعرفش مبلول على مبلول ونشف على مبلول، دي سمعتها قبل كده؟ انا انت قلت حاجه كده في الريفيو بس مش فاكر. طول عمرهم وهم بيعملوا موضوع الافكتس بتاعه الميه بياخدوا الممثل يمثل على الناشف وينزلوه تحت الميه، بيعملوا مش تحت الميه بيعملوه جوه الميه بالسي جي اي. بالظبط. لا دول كانوا بيبرفورموا تحت الميه فعلا، هو كان بيكابتشر من تحت الميه، ودي حاجه تكنيكلي جيمس كاميرون عنده فيها باترنز. اوكي اخترع حاجات يعني.
اوكي. فهما الاثنين بيجتهدوا في ده، بس انا شايف ان حاجه ثانيه برضو جيمس كاميرون عملها فيلم افاتار كامل. الفيلم افاتار ماشي مفيش حاجه حقيقيه قدامك، مفيش اي حاجه اتصورت على كاميرا حقيقيه. فالافلام كتيره لما تكون في مشاهد كامله سي جي تمام، انت مش محتاج فيزيكال كاميرا. جيمس كاميرون كله مصوره بفيزيكال كاميرا، كل كاميرا شيك بتشوفه في اي مشهد دي كاميرا شيك حقيقيه، دي كاميرا شيك حقيقيه. مفيش كاميرا ديجيتال، مفيش تحريكه كاميرا واحده معموله في الكمبيوتر، لا كلها كان فعلا في شخص ماسكها. فذاتس هول اذر ثينج. هما فعلا لو هما الاثنين، لو افاتار وايفريثينج ايفريوير، هما الاثنين خبطوا في بعض، هيبقى عارف اللي هو الاندر دوجز اللي بقى الامكانيات وبتاع، والناس التانية الثقيله اللي معاها فلوس، ففعلا دي هتبقى حاجه كده. بس في دول طب جنى وبطار اختار. ما انا برضو يعني اصل انا بختار بين فيلم ما شفتوش وفيلم شفته، فما اعرفش يعني. اعتقد افاتار اقرب شويه برضو، عشان ممكن عم اطلع عشان تبقى على الاقل تبقى شفت كل الافلام اللي بنتكلم فيها. انت كده كده عندك طار ما شفتوش. انا بحقتنع انت كده عليك طار. للاسف هختار افاتار برضو، مع ان توب جان از ماي فيفورت. لا لا لا، ابسولوت فيفورت، ات ميك سنس يعني بالنسبه لي. اوسكار وايز مان، ركز معايا. اوسكار انا بختار فيلم انا ما شفتوش يا جماعه، يعني فيلم انا ما شفتوش. اقولها مش هيترشح اصلا. افاتار مش هيترشح حد يعني مان. اوسكار بنتكلم على الاوسكار. ماشي اي سيد ات اوكي، وممكن نشيلها في المونتاج عادي. السيمي فاينل، تار وذا فيبلمنز على جانب، بنشيز اوف انيشيرن وافاتار واي اوف ذا ووتر على جانب اخر. جميل جدا. اعتقد هنا برضو انا ما شفتش تار تاني، بس فكره هل ان في فيميل ليد، وهل الحاجات دي بالنسبه لهم اتويز. انا على فكره احنا النقاش خدنا نسينا السياسه شويه، احنا طلعنا افلام حلوه. انا تريانجل اوف سادنس عشان كده كنت لا بس تريانجل اوف سادنس تكنيكلي مش فيميل ليد. لا مش فيميل، بس كتوبيك اقوى من افاتار يعني. لو ممكن نرجع. نو طيب الحوار اللي انا قلت لك على فيبلمنز جوه، لو كان بس عمل الحته دي، لعب السياسه دي سبيلبرج زي ما لعبها في فيلم ويست سايد ستوري، كان اشور وين. اشور وين ذا جوز يا دود. ماشي بس ما بقتش تدي نفس الهيت دي، ما بقتش تدي نفس الهيت في هوليوود دي ليها. بس يعني جايز دلوقتي الويت بتاعها اقل بكتير. بس من دول انت عندك فيميل ليد، عندك فطار يعني فطار، وعندك اتجاه مهرجاناتي شويه. صح، بس في نفس الوقت بيتسق مع الفورميلا. ايوه طار بيلعب سياسات حلوه، بيلعب سياسات بتاعت هوليوود حلوه. بس النقطه اللي انا قلتها في البدايه ان الشخصيه بتاعت طار هي مش شخصيه تحبها، هي شخصيه فلات. وفي الحاجات الوحشه اللي موجوده في الشخصيه دي بتميك فن بطريقه او باخرى من السياسات بتاعه الاوسكار. فربما دي تكون الحاجه اللي ترجعها ورا خطوه وتخلي فيبلمنز تكسب عليها بدون الحرق. بدون محرق لكم فيلم طار. طيب انا وجهه نظري فيبلمنز فرصته اكبر، لان ممكن يعني كجمهور وكناس صناع افلام وككل حاجه ممكن يسمع فعلا يجي في السوفت سبوت كده يديله ادفانتج شويه. اقول لك حاجه، شفت فيلم ترانجل اوف سادنس الجزء الاولاني؟ مش فيه زي يعني تعليق او بيشاوروا على الهيبوكراسي او الطريقه اللي هم بيفكروا فيها وبيوروهم الغلطات اللي فيها في اول نقاش بيحصل. تخيل نفس النقاش ده حصل في فيلم طار بدون حرب. حصل حاجه زي فيلم طار، فدي الحاجه اللي انا اقول اللي ممكن ايه لا تخلي فيلم طار بترجعه ورا خطوه سنه، ان هم مش اون بورد 100% مع كل السياسات. لا، في نقد البعض من السياسات بتاعه الاوسكار. كل ستاف احنا موافقين على فيبلمنز. يا فيبلمنز انا موافق. وعلى الجانب الاخر ذا بانشيز اوف انيشيرن يقابل افاتار اللي مش هيترشح اصلا. ده جاي بيعمل ايه؟ لا قويه يعني افاتار. انا مستني اشوف الاي ام دي بي بتاع افاتار كده انه على الاقل نومينيتد لست اوسكارات. ست اوسكارات، حاجات منهم تكنيكال كتير. حاجات هيترشح الاثنين. هيترشح الاثنين بس. اوكي انا ما اعرفش حاجه. اوكي انا ما اعرفش حاجه. لا ده ستيتمنت قوي. مسخنه جامد. ستيتمنت قوي. ترشح
هيترشح لحاجه صوت وسي جي اي. طيب بانشيز فرصه اكبر لان هو برضو خد ريكوجنيشن محترم شويه حتى في الجولدن جلوبس. ممكن تقيس بيها، انت بتقيس مش بتقيس ان ده كسب فده معناه ان يكسب، بس بتقيس ردود الافعال والناس بتتكلم ازاي وبتاع، فبيبين لك شويه اهميه شويه افلام. بانشيز واخد الاهميه دي شويه، وبانشيز في حاجات كتير برضو معاه، يعني هما ده مركز على حاجات وده واخد الحاجات التانية، يعني هما مع بعض هيجلموا الاوسكار. هو فري بيلبورد ترشح كام اوسكار؟ كتير بس كتير لم شويه، ده ترشح للممثلين كلهم تقريبا، يمكن السبورتنج اكترز بس اللي ما ترشحوش. بس خد بس بيك، خد كان مترشح بس بيكتشر، خد احسن سبورتنج، اترشح ترشح ترشح حاجات كتير قوي. بس في حاجات وقعت منه برضو مش فاكر ايه هي، بس في حاجات وقعت. الفيلم الايرلندي بتاع كانث كافانا بتاع السنه فاتت كان اسمه ايه؟ الابيض والاسود، كانث بيلفاست. هو كسب ايه؟ مش فاكر، انا مش فاكر. هو ترشح ممكن يبقى كسب بيست اوريجينال سكرين بلاي. ايوه هو كسب حاجه، انا فاكر بيست بيست سكرين بلاي، معرفش اوريجينال ولا ادابت. ممكن طيب النوع ده من الاستوري هي ليها حب للاوسكار، النوع ده من الستوريز ليها حب للاوسكار. انا رايي بانشيز فرصه اكبر شويه حلوين، ولان في اداءات مميزه. ان بروج احنا عرفنا ان بروج من ترشيحات الاوسكار، يعني الراجل ده ما كانش ولا حاجه وما حدش كان يسمعه، احنا عرفنا عن الفيلم من ترشيحات الاوسكار. انا ميال لبانشيز، انا ميال لبانشيز. مع ان افاتار مش هيفوز بس بيكشر، بس هيترشح هيبقى منشنت يعني. يا سيدي يا هو وتوب جان يترشحوا كلنا نبقى مرضيين وبتاع، بس خليك الجو شويه بس يعني طيب ده فيبلمنز فيرسز ذا بانشيز اوف انيشيرن. تحياتي البانشيز، انا ضحكت في الفيلم، فيلم كان مختلف، كان حاجه، كان ابرث اوف فريش اير، كان لذيذ، طول حبتين تمام، انا نعست في الفيلم صراحه. اوسكار وايز فيبلمنز، موفي وايز جوده وايز فيبلمنز، مخرج وايز فيبلمنز از وينر. انا بعد فيبلمنز كنت حاسس ان انا عايز اقعد كده الم عيلتي وافضل قاعد معاهم بناكل مع بعض، ولا ما اعرفش في احساس كده، الحاجات دي ما بتجيش كتير. ف فيبلمنز خرجت من الفيلم حاسس ان الدنيا ملونه، والله العظيم انا خرجت حسيت ان السينما ملونه والله. لما خرجت من السينما بعد ما شفت ده فيبلمنز حسيت كانت جبر يا كان اتفرجت عليه في السينما، الدنيا ضلمه مش شايف. بس ده فيبلمنز لا برضو، اصل يا جماعه انا في حاجه انا ما اعتقدش ده ممكن، ده ما يكونش صح، بس الواحد ساعات لان احنا برضو يعني احنا يعني مش نقد يعني 100%، انت برضو ساعات بيبقى عندك حاجه انت حاسسها تجاه الفيلم، وبعد كده بتحاول تدور على مبررات تبرر بيها انت حاسس الحاجه دي ليه. ففيبلمنز انا طلعت مبسوط، يعني انا فعلا في احساس وصلني كده بالفاميلي، وانه في جو وورم كده شويه تحس لسه مكمل معايا. وبعد كده لما بقيت افكر اكتر وعمال افصص الحاجات اللي كانت موجوده جوه، لا فيبلمنز فعلا لا مكمل. يعني انا الفيلم الوحيد من دول كلهم اللي عايز اخشه في السينما التاني هو ده فيبلمنز. انا ما دخلتش توب جن مرتين، دخلت مره واحده بس، ما وصلتش ادخله تاني. بعد كده جه في الاو اس ان وبتاع فاتفرجت عليه هناك. ده فيبلمنز انا طبعا دخلته امبارح لوحدي علشان كنت بتفرج على القرين بتاعه وعايز اشوف مين فيهم احسن، هو ولا جميل نبيل الجميل دكتور تجميل. فدخلت لوحدي. بعد ما رجعت البيت قلت لمراتي هو حلو قوي، لو ليكي مزاج تخشي، ومش هعرف اشرح لك هو ليه حلو لان ناس كتير شرحت لي هو ليه حلو وما فهمتش. انا لازم اخش واشوف، بس عاوز ادخله معاكي تاني، عاوز ادخله معاها تاني علشان حاجتين ان بارتيكولر. عاوز اركز على الخطبه بتاعه الراجل الكبير مره تانية، عاوز افهمها اكتر، عاوز اركز فيها اكتر في كل كلمه بتتقال فيها، وعايز اراقب الهورايزن. فاميلي موفيز دي كانت تو تيريا بارت. لا وعايز اراقب الهورايزن. الهورايزن انا ايه سلام عليا، دي اكتر حاجه جت في بالي، بس قلت انا مش قادر اشوف تاني. انا عايز اخش الفيلم تاني واراقب الهورايزن من الاول. امتى انترستنج، امتى كانت انترستنج، وامتى كانت كده في مشاهد معينه. لا فيبلمنز، فاحنا بنقول ومن غير اي تقليل في احترام ذا بانشيز اوف انيشيرن، بس احنا طلعنا في ذا بانشيز بندور على انا ايه اللي ضايقني، زي ما طارق بيقول فعلا احنا بنطلع من الافلام باحساسه وبعد كده بنحاول نشرحه او بنحاول نفهمه عشان نقدر نشرحه. في ذا فيبلمنز احنا بنعاني علشان نشرح للناس انا ليه مبسوط قوي كده. اكزاكتلي. وذا بانشيز اوف انيشيرن اول فكره بتيجي في دماغك هو كان في ايه غلط، هو في ايه قلل شويه من التجربه. فاحنا بنقول ان لو دول اللي كانوا مطروحين لمسابقه الاوسكار فالفيلم الافضل ما بينهم واللي غالبا هيكسب واللي عنده الدوافع السياسيه واللي بيتشكل بوكسز اللي الاوسكار بتحبها هو ذا فيبلمنز باي ستيفن سبيلبرغ.
جود وان. يعني انا بالنسبه لي يعني يعني كان ايه اللي حصل في النص، بس طالما الوين ميك سنس ومتخيلها فانا تمام. بس مش دايما ده بيحصل في الاوسكار، بس كده كده يعني احنا بننجح. عملنا اوسكار بتاعنا دي اجدع من الاوسكار بتاعتهم مليون مره. الحمد لله. فقره اخيره بقى علشان برضو حته الرهانات، حته الرهان حرام اسمه ايه اللي هو الرهان اللي مش حرام طبعا. عاوزين بقى من كل واحد فيكم يقول مين الافلام اللي هتترشح بعيدا عن الماتشات. يعني احنا خلاص ادينا الماتشات حقها وطلعنا كسبان، عاوزين نعرف مين اللي هترشح ومين اللي هيكسب بعيدا عن الموضوع ده. اوكي. ابو اسماعيل جو فيرست. طار ماشي. Everything Everywhere. Fablemans. Avatar. نسيت. نورثمان. لا نورثمان مش هترشح. انا عاوز اتعد بقى، عاوز اعد معاك علشان اتاكد انك هتقول 10، لان كده كده البوسترات هتطلع على الشاشه فمش قضيه. طيب انت قلت 4 صفر. بانشيز. ماشي. بانشيز. مش عارف. الفيس. 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 everything. انت قلت everything. قلت everything. خليك تفكر ان انا مش بتكلم. توب جان. مش هقول يعني. انت قلت افاتار اوريدي. قلت افاتار. ماشي. انا ماي بيك ما بين افاتار وتوب جان. اللي يترشح بس بيكشر افاتار. ممكن اقول واكاندا. واكاندا فور ايفر. ماشي. واكاندا فور ايفر بس بيكشر. واكاندا فور ايفر طلع على طول، مع ان هيترشح حاجه، بس المهم ان هو لازم يترشح. ثلاثه. ممكن اشوف الليسته بتاعت الافلام اللي حاسس فيها عليها. ده باتمان. لا مش فاهم ولا حاجه. بص اقرا لك انا. طيب تراينجل اوف سادنس. لا بانشيز. ايفريثينج. توب جان. واكاندا. فيبلمانز. الفيس. افاتار. تار. ذا منيو. ذا نورثمان. ذا باتمان. افتر سن. اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت. اول كوايت. اول كوايت. ماشي. اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت. 8. ديسيجن تو ليف. 9. وترينجل اوف سادنس. وترينجل اوف سادنس. اللي يفوز بس بيكشر ما بين تار وما بين يا الهي تار. ما بين تار وما بين فيبلمنز. تار او فيبلمنز. لا اختار واحد عشان بحب بجد. فيبلمنز. عم طارق الجامد ترشيحاتك. طيب هجوب الحاجات اللي انا شفتها. طيب everything everywhere all at once. The Fablemans. Triangle of Sadness. ايه تاني انا بنسى كل شوية. مش لازم بلد تشوفهم خالص. ما انا عارف، انا بس عايز ابتدي بالحاجات اللي انا خليني كده هبص بصة. Triangle of Sadness. ده في كتير قوي. انا نسيت كل حاجه، نسيت الافلام اللي احنا لسه بنتكلم عليها. طيب ماشي، خلينا نقول تار. وخلينا نقول ذا منيو. لا افتر سن ممكن. بانشيز. ما هو واكاندا او وومن كينج. هيترشح. هو واكاندا وومن كينج، بس انا ميال اكتر لواكاندا. ماشي. وومن كينج على فكره ممكن يترشح. هو يعني هو حاجه فيه. ممكن هما الاثنين. ما اعرفش. عايز تعمل كده؟ طب انا ممكن يعني ممكن انا اخد كده عشان ايه؟ اخد انا وومن يعني وومن كينج ما كانش في البتاع اصلا. ليه؟ بس ممكن. بس هو وومن كينج برضو انا اللي قريته كان فيه حاجات يعني مش. خلينا نقول واكاندا. خلينا نقول واكاندا. وكان ده مكان ده وومن كينج ولا اثنين؟ لا وكان ده مكان ده وومن كينج. طيب طيب وايه تاني؟ الفيس. لا الفيس. الفيس ممكن. ماشي كده فاضل كام؟ فاضل اثنين. ده نورثمان مش حاسس ان عنده فرصه؟ ذا نورثمان ممكن يعني ممكن احط ذا نورثمان بس اوت اوف ابريشيشن كده. لا انت دلوقتي بتراهن. الحلال. النسخة الحلال من الرعب. لو مش على حاجة يعني. التحفيل. التحفيل بس.
ما بحبش لسه مسؤوليه كبيره في حاجه انت مالكش فيها. باتمان، توب جان، افاتار. ممكن ما هو افاتار او توب جان دخلنا نفس المشكله تاني. خلينا نقول افاتار. ماشي 9 افاتار. ومن توكينج. اوكي انترستينج ستاف. طيب انا هقول بانشيز، توب جان، فيبلمنز، إلفيس، تار، شي سيد او ومن توكينج بالنسبه لي. انا بنوع. يبقى انا كده معايا 6. انا اخترت توب جان اوريدي. اوكي ديسيجن تو ليف، شكله كده هو اللي هيكسب الاجنبي وهو اللي محتاج يبقى في الحسبان. انا نسيت ديسيجن تو ليف. توليت خلاص مش هرجع لك تاني مع ان انا اللي كنت بقول لكم عايز اشوفه. هقول بابلون. نسيته برضه. زكي هو برضه كاتب وبيلم ورانا. وهقول ذا ويل. متبقي واحد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و ذا وومن كينج. جود ليست. واللي هيكسب هو فيبلمنز. هو اللي هيكسب فيبلمنز برضه. اوكي ماشي. انت الليست بتاعتك انترستنج. انا بجد يعني انا معظم الحاجات اللي انا قلتها دي انا فعلا ما اعرفش. يعني مفيش يعني عارف لو في مثلا شورت ليست فتعرف تبقى جايدت شويه الدنيا عامله ازاي بس ما فيش. فانا فعلا مش عارف. بس الاوسكار الاكاديمي يبقوا اسكيا لو فوزوا فيبلمنز، لان فيبلمنز هيدي رساله ان ماشي احنا برضو لسه بنقدر لما فعلا فيلم حلو يكون معمول ممكن ما يوافقش كل السياسات اللي احنا عايزينها. فاديدينز دي احنا برضو هنبص على فيلم حلو يبقوا اسكيا لو فوزوا فيبلمنز. طبعا دي القوايم بتاعتي انا، بتاعت محمود، بتاعت طارق. عاوزين قوايم حضراتكم في الكومنتس برضو. 10 افلام بعد اذنكم سواء شفتوا او ما شفتوش، العبوا معنا لعبه السياسه والتوقعات والامور دي كلها وعلمونا على الفيلم اللي هيكسب. واعتقد ان احنا كده بنساهم شويه في ان احنا نسخن الجو في الاوسكار. بقاله كتير نايم. الترشيحات بتعدي محدش بيهتم بيها. المره دي هنتابع الترشيحات وهنكلم بعض وهنعمل دوشه. ساعدونا في الدوشه ديت وساعدونا في اللايك، ساعدونا في الاشتراك في القناه، في قناه محمود ابو اسماعيل، في قناه طارق. ايه اخبار القناه؟ عارف انها جايه. ايه اخبار القناه؟ لا بس يعني تحت في الصيانه. في الصيانه ان شاء الله باذن الله. بقى هنشتغل السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. نورتوني. ألف شكر ليكم. إلى اللقاء في التحديات القادمة. و باي باي.